تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. ما أجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام في هذا الفضاء التواصلي مع المستمعين. بلا ما نذكر مرة أخرى، لأن تنقرأ يعني عادة ما تمكنليش نتحدث على التعليق ديال الفيسبوك كاملة في الحلقة، ولا ديال الواتساب كذلك. الواتساب كاين كثار وغادي نحاول ما امكن نقرا يعني اكبر عدد، لان باش نقراهم كاملين غادي خصني يعني وقت كثير. تشكر المستمعين كاملين اللي تكتبوا، اللي تنوهوا، اللي تعطيوا اراء، يمكن تنتقدوا ما كاين حتى مشكل، ما ان كان قليل ما تلقاش انتقادات كثيره، ولكن في الانتقاد الانسان تيستفد. ودائما تنقول بانه راه ماشي الواحد تيكون في يعني تيشتغل في المجال الاعلامي الرياضي بمعنى انه يمتلك الحقيقه، خصوصا في المواضيع اللي تتحتمل تاويلات. كاين حالات فيها تاويلات تيصعب نجي نقول بانه لا هذا هو الصواب. مثلا يعني تنذكروا مثلا غير لاعبين، واحد عجل واحد اللعب، واحد الشكل ديال اللعب، واحد اخر ما يعني ما داك اللعب ما تيرقليش. ولاحظنا كثير مدربين على مستوى عالي كاين لاعب تيلعب بصفه رسميه، تيجي مدرب تيقول لك اللعب ما صالح ليه شيء. علاش؟ لان كل يعني الفنيه ديال الكره كلها كيفاش يشوفها، خصوصا داك اللعابه اللي تكون عنده واحد المميزات. يمكن واحد تيبغي لاعب قوي مدافع، الاخر تيقول لا انا خصني واحد يلعب الكره. هذا وهذا تنقول بانه مسائل ديال الاعلام ما تيعنيش بانه الاعلامي راه الكلمه اللي غايقول هو الصواب. لا، كاين شي امور فيها نقاش، ولهذا باش نقول حنا البرنامج نقاش في رياضه تناقشوا، ماشي بالضروره ان واحد نفرض راي على واحد ولا الاخر يفرض عليا رايي. شو كاين الان؟ حيت الاعلام في هذا الوقت، هذا الوقت الراهن تغير الاعلام. كيفاش يمكن لك تشد المشاهد، ولا كيفاش يمكن لك تشد المستمع؟ شو اللي كان تيشد المستمع في السابق؟ هذا موضوع نبداو به باش غير كمقدمه، ومن بعد ندوزو للمواضيع ديالنا. في السابق كان الاعلامي تيمتلك المعلومه الخبر ما تاخذوش، يمكن هادشي هضرت عليه مرارا ولكن ما فيها باس، حيت كاين اللي تيضافوا لنا مستمعين اخرين ومشاهدين اخرين، ما فيها باش ندير واحد الملاحظه. كان الاعلام تيمتلك الحقيقه، اي انه الخبر ما يمكن لك تشوفه الا من الاذاعه الوطنيه ولا من التلفزيون. ما كاين شيء يعني مباراه غتلعب مع 10 ديال مع 10 ديال الصباح، الخبر ما غتلقى حتى 9 ديال الليل، وغتبقى تنتظر، ولما تتبع داك الخبر اذا كانت القوه كبيره عند المؤسسه ديال الاعلام، لان عندها الحقائق او عندها المعلومه. الان الفضاء تغير، يعني كل مواطن ولا يعني مصدر ديال الخبر. الاخبار اليوم يمكن الاخبار اللي كاينه دابا في انزكان ولا اللي كاينه مثلا في الرشيديه غيعرفوا ماين الرشيديه قبل ماين الرباط. علاش؟ لانه كاين التواصل. وبالتالي فالكلمه ديال يعني العالم كله ولا قريه صغيره، لان الاخبار تتداول بسرعه. الناس ما بقاوش ينتظروا كثير انه باش نقول لهم اليوم انا يعني فين جات الوداد والرجاء في المجموعه. الاغلبيه عارفين هذا الشيء، هذا ما نعطيش الخبر معروف يعني تشافوه الناس مباشره. الان حنا تنتنافسوا من حاجه واحده، هي في القيمة والقوة ديال التحليل ديال الأحداث الرياضية. يعني لما تتكون شي مباراة في كرة القدم ولا شي حدث وتدير له واحد التحليل، هذاك التحليل يمكن المتلقي تيقول بالفعل هذا تحليل منطقي ومقبول. حنا هاتفي تتنافسوا، ما تتنافسوش على شي أمور اللي هي هذا هو التنافس. أما الخبر ما عندي ما نعطي الناس من الأخبار كل شيء عارفها، ما عدا ذاك اللي ما كانش حال التلفزيون ولا ما كانش عنده التليفون ديالو، لان كل واحد عنده وسائل الاعلام راه تيمتلكها. اذا حنا تنحاولوا نقولوا نقاش في الرياضه، وهذا علاش الاداره ديال غادي بلوس قالت بانه ندير واحد النقاش مع المستمعين. الاخبار موجوده كاينه في جميع الفضاءات، نتناقشوا ونشوفوا وتنحاولوا ما امكن نديروا لك قوه ديال الاقناع. علاش نلقاو بعد نوبات شحال واحد تيروح تيقول لك لا ما تعصبش؟ حيت هو محاوله الاقناع. الانسان بلا ما يشعر تيبقى يرفع الصوت ديالو، كانك تتبغي تدخل واحد الفكره. يمكن انت باغي تدخل تدافع على رايك، وهو تيدافع وتتسمع بانه المتلقي
يعني يعني المتلقي والمستمع الاصوات ديالهم تطلع، راه ماشي دباز، غير كل واحد تيبغي يفرض رايه، حيت تتكون شي امور ديال التحليل، تحليل اللي ما فيه ما كاينش شي واحد كلها اللي عنده الحق، ما فيهاش هذا، ماشي القانون ما كاين حتى مشكل. الا جيت قلت انا الفصل 34 وجا واحد قال لا ماشي الفصل 34 35، متفقين؟ قلت له 34 وجدوا الدليل، اذا هذه مسائل واضحه. ولكن الا كانت شي حاجه اللي فيها تحليل ديال واحد اللقطه ولا شي حاجه ولا واحد الراي، انت بان لك مباراه مزيانه، انا بانت لي متوسطه، انت بان لك هذا اللعب مزيان، واحد تيبان له لا، خصنا داك اللعبه تيكون اللعب ديالهم متقارب. اذا هنا باش نقولوا نقاش تحاول تناقشوا، ومرارا تلقاو بانه شي واحد تيدير شي ملاحظه تقول عندك الحق، ملاحظه في محلها مزيانه عاديه ما كاين حتى مشكل. وهنا فين تنديروا هذا ما يسمى بالتنميه ديال الثقافه، الثقافه تكبر، حيت الثقافه الرياضيه ماشي عند الناس الرياضيين فقط اللي تيمارسوا الرياضه ولا لا، لا عند المواطن العادي، حيت جوج ديال الحاجات ما يمكنلكش تحرم منهم المستمع والمشاهد من النقاش ديالهم كيف ما بغى يكون نوعه، وما يمكنش تقول له ما تفهمش، انا اللي غنفهم، حيت جوج ديال المواضيع، جوج ديال المواضيع اللي يمكن تذكرهم، يمكن تذكر في تذكر مثلا في مسائل عندها علاقه بـ 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 بالطب، ولكن لما يهضر معك الطبيب ما غتبقاش تجاوبه، انتهى الامر. فضينا ماشي شي حاجه اللي غتقول لا اليوم لا لا غنعطي رايي وغايقول لك لا هذه راه عندك، لا لا ابدا، هذا تخصص. لما غتهضر مع مهندس وغايقول لك بانه هل اللي تيدير ولا تيدير، ما كتقول لا راه يمكن ما عندك ما دير في هذا الشيء، هذا تخصص. يعني غتهضر مع محامي بالفصول ما يمكنش تقول لا ولكن راه ممكن نديروا هذا الفصل، تهضر مع قاضي كاين. حنا تنديروا الرياضه الامور اللي عندها ارتباط بقوانين يمكن ما يجاوبكش، ولكن الامور المرتبطه بالجماليه ديال الكره ولا الجماليه ديال الجيمناستيك ولا شي حاجه ولا الحب ديالك واحد النوع رياضي، هذه مسائل متاحه للجميع. قول جوج ديال الحاجات عندك، التلفزيون والرياضه، كلشي تهضر فيهم. واحد جا اليوم يقول لك انا شفت واحد البرنامج ما عجبنيش، ما يمكنش تقول لا خصو يعجبك. التلفزيون هو ما قالش ما عنده لا علاقه بالتلفزيون، مواطن، حيت المستهدف هو المواطن، والمواطن حقه يدير حكم، حيت الان البرامج ديال التلفزيون تيمكن النجاح ديالها تيجي عباره عن واحد سونداج تيديروه المواطنين ماشي خبراء، ولكني من حقه يقول بان هذا البرنامج عجبني وهذا ما عجبنيش، شيء هو ما قال شيء ولكني مواطن. اذا جوج ديال الحاجات الرياضه والتلفزيون الانسان عنده حق يتكلم فيهم، ولذا حنا ما تهضروش على التلفزيون على ولا على الراديو، تنذكروا على الكره، الكره اي واحد بامكانه يناقش ما كاين حتى شي اشكال، وما يمكنش نجي نقول لواحد لا لا ما تفهمش في هذا الشيء، هذا لا ابدا. يمكن الا كان يعني شي حاجه عندها فيها شي حاجه قانونيه، لان الرياضه ماشي فقط غير رياضه، تشريعات وبزاف ديال الامور، يمكن تصلح له تقول له ديالها اللي كاين. ولكن الراي اليوم جا قال لي بانه انا من راي اللاعبين ديال الفريق الوطني خصهم يكونوا كلهم من لهنايا، تحاول تقنعوه بانه لا اللاعب ما يمكنش تقول لا ما تفهم والو في كره القدم، هذا هو التصور ديالو. والا مشيتي مع واحد النهار ويجي واحد المسؤول اخر يقول لا غندير غير اللاعبين ديال البطوله الوطنيه ونشوف ويبحوا، يقول انا عندي الحق. اذا هذا هو الامور اللي المشتركه في التعاليق. اذا التعاليق مرحبا بها ما كاين حتى شي مشكل، غير يمكن من تلقرا تلقى بانه اللي تكتبوا الاغلبيه الساحقه الكلام ديالهم تيكون موزون ومعروف، يمكن وحدين تجي مثلا يعني تكتب شي كلمه في حق واحد الفريق ولا واحد اللعب اللي شويه ما تنقولوا ديما الاحسن، يمكن الا كاين شي فضاءات بيناتهم ما كاين حتى مشكل، ولكن مادام تتواصلوا مع واحد المؤسسه اعلاميه يكون ذاك الكلام إيه نخلي ذاك المستملحات، ولكن غير تكون عندها واحد القيمه لما بحال يكون اسم ديال شي فريق وتنحوروه، تظهر ليكم فاهميني مزيان، اسم ديال فريق كيف ما بغى يكون وتبدلوا السميه ديالو باش تعطي واحد الصوره قدحيه ولا واحد الصوره اللي ما مقبوله شيء، من الاحسن نتفادوها. هذه حيت مسائل بسيطه، ولكن ننتقد قول بان هذا الفريق ما مزيانش وبانه تيتحيزوا له وتيديروا، ولكن غير السميه ديالو نحترموها فقط، يعني بحال شي واحد باغي تقول له سميتو، اما انتقاد ولا شي ما تنذكرش عليه، تنذكر على التحريف ديال الاسماء وتيولي اسم ما عنده عاد نشوف. هذا ملاحظه، ولكن اللي بغى يكتب شي حاجه ما كاين حتى مشكل، مرحبا به. حنا تنديروا حنا انا ما يمكنش نقول شي كلام اللي غادي يضر واحد الفريق، ولكني انا غير تنقول، ولكن اللي بغى
اليوم باش غنبداو؟ اليوم عندنا القرعه الفرق ديالنا فيش باش غادي نلتقيو. نقول المجموعات وان كان كلشي تقريبا يكون عارف المجموعات. حنا اللي تيهمنا هما المجموعات ديالنا. المجموعه كاين الآل اللي فيها الاهلي وسان داونز والهلال السوداني والمريخ السوداني. المجموعه الثانيه اللي فيها الجروب بي اللي فيه الرجاء. الرجاء عنده حوريه ديال كوناكري، سطيف الجزائري، امازولو من جنوب افريقيا. الجروب سي اللي فيه الترجي، نجم الساحل، بلوزداد وجالاكسي ديال بوتسوانا. والجروب دي اللي فيه الوداد والزمالك والبيترو اتلتيكو وساغرادا ديال انغولا. كاين اللي شاف المجموعه ديال الرجاء اسهل من المجموعه ديال الوداد، ولكني في هذه المجموعات انا غنبقى دائما متشبد الكلام ديالي ديال انه الفرق الكبرى فرق كبرى، فرق الصغرى فرق صغرى، حتى يثبت العكس. هنا مناش نخاف انا من هذه الفرق الصغرى. يمكن فريق صغير تيخلق واحد المشكله لواحد الفريق وبعدين ينسحب، ماشي ينسحب ما يلعبش. يعني غير تجي مثلا شي فريق صغير بحال دابا اللي حنا ما عارفين شي ديال هذا ساغرادا ديال انغولا. انغولا ممكن يخلق شي مشكل يا اما الوداد ديال الزمالك، ولكن بعد يخسر جميع المباريات. فهاد الحاله هذه تيمكن نقولوا بانه فريق صغير خلق مشكل، ولكن ما بقاش كبير. يبغى يكون كبير خصو يتاهل على حساب الوداد وعلى حساب الزمالك. عاد نقول بانه ما بقاش شي فرق بين الفرق الكبرى والفرق الصغرى. هذا هو اللي تقصد به الفرق الصغرى. الفرق الصغرى تبقى صغيره. يعني باش غنقولوا بانه لا فريق كبير وصغير، هي غادي نلقى بانه ساغرادا تاهلات هي وبيترو اتليتيكو، ونقولوا بانه لا فرقه بين الفرق الصغرى. ونمشيو للمجموعه ديال 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 الرجاء، وغادي نلقاو بانه كما كان الحال سطيف وحوريه كيف كيف، ولكن غنلقاو امازولو ديال افريقيا جنوب افريقيا اللي حتى للصف الاول. والاهلي مع سان داونز مع الهلال مع المريخ، نلقاو بانه الهلال والمريخ تاهلوا والاخرين تقصاو. ونمشيو يعني نجم الساحل والترجي وتاهل بالوزداد مع جالاكسي. ايوا هنا في هذه الحاله هذه يلعبوا عرق. قلت لكم بانه لا يعني لا الفرق الكبار تيبقاو كبار والفرق الصغار تيبقاو صغار. لا، يعني الحاله الوحيده هي انه تقلب المعادله وهادو اللي مرشحينهم يتقصاو، نقولوا ما بقاش الفرق. ولكن الا جات مثلا الاهلي ولعبات مقابله مع المريخ وخسرات في القاهره مثلا بجوج صفر، ما يمكنش نقول بانه الفرق الصغيره ما بقاش فرق صغيره. غيكون الاهلي دار مقابله سيئه وانتهى الامر، ويمكن يمشي للسودان ويربح. اذا هادو هما المجموعات. بالنسبه للمجموعه ديال الكاف، نهضر بركانيا حتى هو المجموعه ديالو عنده البطل ديال نيجيريا واللاصق ديال ابيجون وسيمبا التنزاني. ولكني انا بالنسبه للفريق ديال بركان انا تنذكر عليه على اساس انه الفريق اللي تنعرف. اما حاليا ما صعيب نقول بانه مرشح، خاص تصلح بزاف ديال الامور، لانه حتى الناس ديال بركان لا مسؤولين ولا جمهور ما راضينش على الفريق ديالهم، لانه كان فريق ديالهم واحد الوقت مهاب، كان تيقبض الفريق وما تيخليش يفوت وسط الميدان. الان اي مباراه تلعبات في بركان تتلقى بانه الفريق متساوي مع الفرق يعني اللي تيلعب. ما بقاش ذاك طلبوا الله في التوقف انه الفريق يسترجع الامكانيات ديالو. نذكر بانه هذا الشيء غيبدا نهار 11، ولهذا باش انا قلت بانه البطوله الوطنيه خاصها تكون بطوله باش اللعابه ديالنا يوصلوا للمنافسات الافريقيه ويكون عندهم واحد النوع من الايقاع في المقابلات. الايقاع يكون مرتفع. هذا بالنسبه وكاين ممكن نناقشوا يعني الاستدعاء ديال ثلاثه ديال اللاعبين جدد باش كملوا 28. كان ضروري خصو يضيف ثلاثه ديال اللاعبين. مزيان بانون انا من المدافعين عليه، حتى نشوف انا بانون مثلا الى قبت انا بانون ما عرفتش بانون تيلعب مع الشكله. الى خيرتيني انا يمكن نكون غلط هذا المدرب، ولكني انا بانون مع الشكله غنفضل بانون بتغمض العينين. يمكن هو عنده شي مؤهلات، ولكني حيت نصعب بانون كثر ما تنعرف الشكله. بانون حيت لما تنشدو ما تنشوفش يعني وتنحطو كرجل شنو تيدير. مدافع تيضرب الراس مزيان، تيدافع مزيان، والاكثر من هذا موزع، ماشي شي واحد اللي جايه رجعه. عنده مميزات ديالو، هذا يعني اي واحد يتمناه.
نتمنوا بانه هذه المناسبه هذه تحل المدرب العينين ديالو عليه، لانه تيظهر لي مؤهل، مؤهل يكون من اللاعبين الاساسيين، ماشي مؤهل باش غير ياتت واحد الفضاء باش نكملوا به 28. شيبي مزيان ك ك ك كبديل، كبديل صعيب نقول بانه كرسمي صعيب، ولكن كبديل وعنده واحد الحس يعني تيلعب بحماس، غير اللعاب اللي تيبغي يلعب خصو يبقى راسو صغير. الشيبي لما تيجي للجيش الملكي تيولي تيلعب على اساس انني وليت في الفريق الوطني، وتيبقى يدير شي حوايج اللي كيما درتها مقبوله، لا خص يبقى لعاب كيف تلعب في الفريق الوطني مع الجيش الملكي، بقى دائما ذاك الراس الصغير تندير الامور اللي هي عاديه، ماشي ديك ديال اللي غنبقى نضربها بالطالون وغندير ليها تطريره. فهمتوا راه كاين شي لعاب لما تيوصل لواحد المستوى اللي تيدير شي حوايج اللي ما كانش يديرهم، بقى طبيعي، بقى طبيعي ممكن انك تولي تخلي اللعاب الرسميا يخافوا على بلاصتهم، لانه عند كاين لعاب اللي ثم حكيمي سفيان، سفيان يعني حتى هو من الناس اللي تيبين لك بانه يعني اللي تيتمنى اي واحد، شي داك الحر اللي عنده مزيان، يعني تيظهر لي تاهو عنده مناسبه ينافس، وبامكانه يعني في التدريب الا كان التدريب ديالو بحال هذا الشكل هكايا، راه ممكن المدرب يغير رايه بزاف ديال الحوايج، لان دابا غيكون عايش معاهم وشايفهم يوميا. نطلبوا الله انهم يندمجوا، وعلى الاقل هادو بثلاثه على الاقل غيكملوا مع زنيتي، يديروا واحد الرباعي على الاقل حتى يجلسوا يتغداو ويتجلسوا بيناتهم يتعرفوا بعضياتهم، لان الواحد تيكون بوحدو تيكون صعيب عليه انه يلقى مع من ينسجم، ريتها ما يولفوا بعضياتهم. تظهر لي اودا عندنا الانطلاق ديال المنافسه ديال الدوره 15 اللي غتبدا اليوم، وعندنا فيها ثلاثه ديال المقابلات، ابتداء من اربعه راه حنا عندنا المباريات. عندنا اربعه المولوديه الوجديه مع شاب محمديه، المولوديه الوجديه ماشي غنقول اخر امل، ولكن المولوديه الوجديه خاص ضروري يعطي واحد المؤشرات على انه الفريق ممكن يرجع، لانه الا مشى يعني تسرب ليه الياس تيظهر لي صعيب، وانت عاد بدلتي مدرب، لما تتبدل المدرب وما تكونش مع النتائج بمعنى انها راه وصلتي ل وصلتي ل يعني الوضعيه الاسوء. اتحاد طنجة مع حسنية اكادير، نفس الشيء بالنسبه للحسنية ديال اكادير، طنجة داو مباراه مزيانه وان كان هزموا في اللحظه الاخيره، ولكن الفريق تي في الملعب ديالو تيلعب مزيان. حسنية اكادير تا هو ايضا بمدرب جديد باقي الامور باقي ما خداش الايقاع ديالو. ثم عندنا الفتح مع الوداد، الوداد المركز ديال الصف الاول حتى شي حد ما تيتذكر عليه، ولكن الفتح مع السلمي استرجعت بعض المقومات ديال الفريق، وتما تنقول البعض راني عارف اش نقول، البعض ماشي ذاك الفريق اللي الوداد يخلع، ولكن يرجع فريق يمكن مع مباراه بعد مباراه زيد تحسن يعني المردود ديالو. الوداد باغي يمشي في الاتجاه ديال انني انهي يعني المباراة ديال الذهب برقم قياسي، نوصل ل 38 وقيا 38 نقطة، فتيضالي غيكون رقم كبير وكبير جدا، ما سبق لشي فريق انه يحقو في البطولة، وما تعرفش وما تنظنش بانه هذا هو الهدف، لا الهدف هو انه يربح المقابلة، حيت الارقام القياسية تتجي من بعد واحد تدي واحد الاداء، ماشي الهدف هو 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 الرقم القياسي، الهدف هو ان باغي ينتصروا في المقابله، والفريق ديال والوليد الركراكي غيرجع للفريق ديالو اللي دوز معاه ايام تقريبا هي اللي جعلت منه مدرب في البطوله الوطنيه. اذا هذو هما المواضيع، وطبعا مازال المجال مفتوح للمواضيع، وهضرنا البارح على المباراه ديال الرجاء والجيش الملكي علاش ما تلعبتش، والتصريحات المضاده. على كل حال الا كان شي واحد بغى الا كان شي اضافه، اما دابا الامور هي معروفه ومستعدين للمناقشه ديال كل شيء مع المستمعين وايضا المشاهدين. الارقام ديالنا للتواصل مع البرنامج هي كالتالي 05 20 666 066، 05 20 666 067، 05 20 666 068. اعيد الارقام للتواصل مع البرنامج 05 20 666 066، 05 20 666 067، 05 20 666 068، أو التواصل
عن طريق الواتساب في الرقم الهاتفي اللي هو 06-60-62-32-48 وعيد 06-60-62-32-48. في انتظار ناخذ المكالمات. نبدا اولا بالاخوان ديال الواتساب. كاين بزاف ديال الواتسابات. خويا شي واحد يكتب ان خيوط اللعبة السياسية تحل محل اللعبة الكروية التي تقبل تدخل السياسة في شؤونها بحكم من الفيفا. هذه التدوينة تعتبر حجة. ما عرفت هذا موضوع ما فهمت شيء منه تجي حاجة. انا ما تجيني المقابلة دخل في امور سياسية ما صراحة تجيني شوية غريبة. يعني اجب السياسة باش ندخل مباراة في كرة القدم غنتهي بثلاثة النقاط ولا بنقطة نقطة. ما عرف مع كم احترامي للتدخل يعني كان بامكاني ما نقراش ولكن سنقراش لانه تنقول ما كاين حتى مشكل. هذه امور عاديه. العز والنصر تنتمنوا للمغاربه كاملين. اتحاد طنجه حرم من هدف صحيح المغرب الفاسي بدعوى وجود تسلل واعاده اثبتت العكس. ما هو المعيار المعتمد؟ هل من توضيح؟ ما لو انه نذكر هذه القضيه ما عرفتش ما نعطي رايي فيها الى كم الامكان. عندي واحد الخبر تيقول المنتخب المغربي سيواجه الرأس الأخضر وديا يوم الجمعة على الساعة الرابعة منقولة. ما عرفتش ايش من الجمعة المقبل ولا من الجمعة ممشي يوم الجمعة ما عرف. على كل حال مشينا ناخذ المكالمات ديال المستمعين. رجاءً من الاختصار رجاء الاختصار يعني اكثر ما يمكن باش على الاقل يعني يمكن ندرجوا جميع المكالمات ديال المستمعين الكرام. سي حميد من الدار البيضاء. سي حميد مساء الخير. الو السعيد. نعم سي حميد تفضل. مساء الخير سي سعيد. مرحبا. وتحيه لك وتحيه للاخ مستقبل المكالمات. مرحبا. غنبدا نتكلم باختصار جديد. عندي تقريبا جوج دقائق ولكن نقطه واحد على كملك بالمندب جوج نقاط. نتكلم بعد على المقابله ديال الرجاء مع الجيش اللي نتمناو باش تحيد هاد البوليميك على نتمنى لجنه البرمجه ان تبرمجها في اقرب وقت ممكن. أيه. انا دابا كما كنقول لك القوه القاهره راه حيدت راك مشيت تدرب تدرب وما كاين مشكل يعني برمجه نهار الاثنين او الاحد ما يتحسن المقابله الجديده بقاو تل اييه المقابله الجديده هي اللي تتلاقى بالرجاء. ثم نتكلم على الفريق ديالي الوداد اليوم راه تحبت القرعه ديال عصبه الابطال. والقرعه تقريبا ما نقولش صعيبه ما نقولش متوازنه. راه الا بغينا نفوزوا بالالقاب راه خصنا نواجهوا خصوم صعب وخاصه الزمالك. اللي نتمنى هو ان راه المباراه اللي ديال البطوله بينت من الفريق الوداد المراكز راه تقريبا خاصه الاظهره او الاجنحه خاصه الاجنحه راه تقريبا الولاد العام راه كيلعب بدون اجنحه. راه ذاك بينزا كان لقى واحد اوناجم ولاعب الهدا الكره الان وصل 20 هدف ولكن للاسف راه هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ونتمنى ان شاء الله الولاد اليوم حظ سعيد ويكون عنده الحافز ديالو ويحطم ذاك الرقم ديال وصل 38 نقطه. غادي يكون غير حافز لان اللعبه ديال المغرب خاصه اللعبه ديال الوطن الوطنيه قالوا بانه كيمشيو بالضغط والحوافز. لذلك نتمنى ان ذاك 38 نقطه تكون حافز للفريق. يلا شكرا لك سي حميد. شكرا لك سي حميد. شكرا لك بارك الله فيك. مسي عند السي المحجوب من الرباط. السي المحجوب مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك استاذ سعيد. شكرا لجميع الاخوان المستمعين. مرحبا. غير صراحه غادي نوقف على على شي نقط اللي كان اللقاء ديال الجيش الملكي والرجاء. الرجاء اييه. يعني بالنسبه لنا حنا كجمهور ديال الجيش الملكي ما كنطالبوش بشي حاجه اللي ما كايناش في القانون. حنا كنطالبوا غير واحد بواحد المساله تطبيق القانون ديال الجامعه الملكيه لكره القدم باش تحترم يعني الجمهور وتحترم المتلقي. لان قبل بدايه الموسم حطت قوانين اللي قوانين اللي واضحه والجميع احترمها كما احترمت الجيش الملكي الجامعه واحترمت الراي العام لعبه اللقاء ديالها واخا كان عندها
حتى هي مشاركة خارجية عن الرجاء البيضاوي والجميع الملكي لكرة القدم باش تكامل الجمهور، لأن هادشي ماشي مسألة عادية، هادشي راه تنقل وسائل الإعلام وتباع الخبر، وبان كاين واحد الخرق وهذا حنا واحد القانون. يعني هنايا كيخص تكون عندنا ديك الثقافة أول حاجة قبل ما يتصدر شي قرار، نديرو في الأمن ديالنا السمعة الأولى ديال كرة القدم الوطنية، السمعة الثانية ديال يعني ما كنشكلش في الأداء ديال الجامعة الملكية لكرة القدم، ولكن في الطريقة ديال تسيير الأمور، في الطريقة كيترتب يعني الأمور التقنية الخاصة بالبرمجة. لأن كنشوفوا أن الجيش الملكي تظلم، يعني كنشوفوا أنه تظلم، لأن كاين واحد القانون، كما الإعلام وكما الجامعة تطلب منا حنا كجمهور يكونوا منضبطين ونحترموا القانون وما يكونش شغب، يكون واحد النوع ديال التناسق التقني بين الجمهور والنادي. حنا كجمهور الجيش الملكي حققناه، ولكن بما ان كيجي واحد القانون في ظرف 48 ساعه هنا كيكون واحد النوع ديال احترام الجمهور للجيش الملكي، ما كيكونش احترام ديال المؤسسه اللي كتحترم جميع ديال الجيش الملكي، لان مؤسسه كبيره وعطات يعني كتحيد من اللحم ديالها وكتعطي الرياضه الوطنيه بصفه عامه. شكرا سي محجوب، بارك الله فيك. رساله واضحه، ما تطلب باحترام القانون، غير تبقى فقط غير كيفاش كل واحد كيفاش كيقول. لانه سي محجوب غير باش نضيف انه انا صراحه يعني مع القانون، غير ما عرفتش شنو اللي خلى انه الناس يقولوا بانه لا دخلات يعني السلطات هي اللي دخلات. لا شوف انا فهمتك، انا فهمتك. تفضل تفضل. هذا هو حيت حنا كان ملي كان هذا التليفون وكنتواصل ب بكسادي، كانت واحد الشريحه ديال الجمهور. لا لا عارف عارف عارف، انا عارف في الكلام ديالي، وتكون الرساله واضحه. لا واضحه الرساله، رساله واضحه. ما بتوالي حنا ما كنحكموش على سوء النيه، حنا كنطالبوا بالقانون. كنا بارك الله فيك سي محجوب، شكرا لك. شكرا لك. نمشي عند السي رضوان من بن قرير. السي رضوان مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا سي، مرحبا. شكرا على البرنامج. الله يجزيك بخير، بارك الله فيك. كنشكرك على التحليل ديالك الموضوعي. بارك الله فيك، بارك الله فيك. البرامج الرياضيه اللي كنشوفوا دابا هي برامج خاصها تكون خاصنا نستافدوا منها الشعب المغربي والمحللين الرياضيين. برنامجك صراحه شيق بزاف. بارك الله فيك سي، بارك الله فيك. موضوع الجيش الملكي والرجاء غنرجع ليه. سي سعيد، كاينه ضجه كبيره على مستوى الرياضي في المغرب ان كيهضروا على مقابله التاجيل. لا كان تاجيل كاع، شنو المشكل؟ ما كاينش مشكل، الناس راه مراد سي سعيد. راه البعثه ديال الرجاء، الطياره اللي جات من قطر اللي جابت الرجاء، ما جاش فريق الرجاء، راه جات مجموعه ديال الاشخاص. راه كاين السلطات المحليه دايره التقارير ديالها، راه كاين كوبيت، راه كاين مجموعه الناس فيها كوبيت. راه السلطه المحليه اللي اجلت المقابله، راه الوالي ديال جهه الرباط هو اللي اجل ما تجيش الرجاء عندو للرباط. راه الجميع والعصبه ما كانش تاجيل. لا غير انا بالنسبه لي الوالي او من غير الوالي، ما عنديش فكره شكون اللي خدموا القرار. اللي عارف بانه هنا المصالح ديال الداخليه طبعا فيها الولات وفيها بزاف فيها الوزاره ككل، يعني قالوا بانه هاد الناس ما يتنقلوش هاي. دابا حنا لا غير اسمح لي في كاين نقاش دابا يعني لا اعتقد لا الجيش الملكي ولا اي مواطن حتى المحبين ديال الجيش الملكي، إلا قلنا اليوم ودي بأنه الناس ديال اللعابة ديال الرجاء راه مراد، مش مراد، راه مصابين وخصهم يقولوا، يقول لا ما الله يشافيه ويبقاو تما كاين حتى مشكل. دابا الناس يقول لك كاينه واحد سميتو واحد الدورية تتقول بأنه نحترموها، ما عدا إلا كانت في هذه الحالة هذه كتخرج واحد الدورية أخرى قبل ثلاث أيام وأربع أيام ويقولوا ودي نظرا لأن المتحول ديال كورونا فيه دابا راه اللي كاين صافي باش نقطعوا هذا الشيء هذا. باش ما يتسمى شيء بانه من اجل هذا الفريق او هذا الفريق، حتى شي واحد ما يبغي المضره، حتى شي واحد ما يبغي المضره للفريق الاخر. تفضل سيدي. صحيح سي سعيد، صحيح خاصها تكون دوريه ديال العصبه وديال الجامعه. إيه صافي، قبل ماشي تبقى المباراه 24 ساعه. ايوا الناس راه في الحاجة هذه مده ويقولوا استثناء ونظرا لا بامكانهم يديروا هذا الشيء هذا، صافي ما نظرا. شوف واش الا كتبنا بانه نظرا لفريق الرجاء عنده التزامات مع الفريق ديال الامال غادي يلعب واحد المقابله ولا لا غيلعبها، ونظرا لكون الفريق ديالو في الحجر، ونظرا لهذه الظروف، ونظرا بالتشاور مع السلطات فتقرت قبل ثلاث ايام، ما كاينش يقول لا سي خصهم يجيو يلعبوا ويجيبوا لنا يجمعوا لنا غير الدراري من درب السلطه ولا ما عرف منين ويجيبوا ويلعبوا معنا. ما يمكنش، ما يمكنش. هادشي اللي كاين، حنا بغينا نمشيو مع القانون. حنا بطوله احترافيه، ما صحيحاش الكلام اللي على كل حال.
احنا مع بطوله احترافيه، الرجاء البعثه ديالها ما كانت صحيحه، الناس ما دبروش البعثه ديالهم كيفاش يجيو، جابوا لنا مجموعه ديال الناس معاهم، كان كوفيد كانت. دابا حنا دابا شوف دابا الناس اللي تيحتجوا تيقول لك بان كاين واحد القانون، كاين واحد الدوريه تحديد، ومشاو بعيد تيقول لا كاين، حتى الا ما جاو شي تيخسروا صفر. اذا هذا الشيء هذا منين شتيه بلا ما نوصلوا له؟ ندير شي حاجه اللي هذه التبريرات اللي دارت كانت تكون قبل، التبرير اللي قبل غادي يكون مقبول، والتبرير اللي من بعد غادي يقول لا هو بيان سور انكم بعد ما لغيتوها خصكم تقولوا شي مبررات. على كل حال شي يمكن التواصل ماشي هو هذاك. يا سيدي رضوان كاين شي اضافه اخرى؟ اضافه هو الفتح الرباطي اليوم راه مع الوداد، راه الفتح الرباطي تحسنات. اييه ماشي تحسن كبير، ولكن اضافه للمدرب الجديد راه بانت. وحنا بغينا نشوف مباراه مزيانه، هذا هو اللي تيهمنا. على حسب المجموعات اللي تعطاو اليوم على عصبه الابطال ولا على بركان راه عاد تجربه في الاتحاد الافريقي، راه غتمشي تاهل في الدور الثاني. خصهم يوجدوا راسهم مزيان. على مستوى الوداد والرجاء هذوك في الافريقيه راه ماشي ساهلين. معلوم. لا القرعه ما سهله شيء لهم جوج، ما سهله شيء. احتضوا منهم وشكرا سي سعيد. شكرا لك سي رضوان. مشي لمدينه بوجدور عند السي عصام. السي عصام مساء الخير. السلام عليكم سي سعيد. وعليكم السلام سي عصام. كنشكرك اخويا سعيد بزاف على هذا البرنامج. الله العظيم. الله يطول عمرك بارك الله فيك. سي سعيد عندي اخويا واحد المداخله. ايوه خير. غير بالنسبه اخويا مثلا لهذ الجامعه، مثلا هذ الماتشات اللي خدات اميكال بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، كنتمنى كنحب هذا ياخذوا مثلا واحد المعيار ديال مثلا هو ما بقاش منتخب ضعيف ولا منتخب سهل، غير كنبغينا زعما نشوفوا مثلا شي ماتش ودي مع شي منتخب ما يكون زعما بالعيار الكبير. لا غير خليهم مخبين هذوك، خليهم ما بغيناش بغينا نعرفوا سي سعيد. لا خليهم شوف انت بغيتي نيجيريا والكاميرون ومصر هادشي دو، خليهم حتى لقيناهم في نصف النهائي ان شاء الله. ونتمناو ان شاء الله. واخا المشكله سي سعيد هو اغلب اللاعبين ما غاديش يكونوا حاضرين في هذا الماتش الودي اللي غيكون نهار الجمعه ان شاء الله. ما كاين حتى مشكل هذوك اللعبه اللي غادي يلعبوا، انا ما كرهتش يخلقوا مشكل للمدرب. شنو المشكل؟ هو انه يكون في الكرسي الاحتياط جالسين عنده لعابه تيقفيهم ويحير اجي دخل باش حتى اللعابه الاخرين ما يحسبوش براسهم بان وراهم لاعبين رسميين. لا اللعابه دي مناسبه يديروا مباريات مزيانه باش المدرب يعني يبيد الريو بدون راي ديالو. داكشي اللي كان السعيد نتمناو خير. وبالنسبه للقرعه ديال دوري ابطال افريقيا وديال الاتحاد الافريقي كنتمناو التوفيق لجميع الفرق. هادشي اللي بغينا، هادشي اللي بغينا ان شاء الله. يشرفوا يكون خير ان شاء الله. وان شاء الله. وبالنسبه اخويا سي سعيد بالنسبه للماتش ديال اليوم ديال الوداد، الفريق الام ديالي الوداد وفتح الرباطي، كنتمناو اللعابه ياخذوا هذا الماتش بكل جديه ويجيبوا اكيد غيلعبوا بجديه. انا خاصني غير الوليد الركراكي يدير لنا يقدم الفرجه والنتيجه، ماشي غير النتيجه بوحدها. الفرجه والنتيجه. وسي سعيد وشكرا لك سي عصام. بارك الله فيك. مسخيناش بيك ولكن كاين الاخوان كثير تينتظروا. نمشي للنرويج الاوسلو لعند سي سفيان. سي سفيان مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام سي سفيان. سي سعيد نهار كبير هذا. الله يحفظك امولي بارك الله فيك. الله يطول لي عمرك. سي سعيد عندي واحد جوج ولا ثلاثه نقاط اللي غادي نكون باختصار. اول شيء هي ديال المنتخب الوطني اللي كيهم جميع المغاربه. احنا كنتمنى بان الفريق اللي عندنا حاليا اللي متكون لواحد عده اللعابه اللي باقيين صغار وحتى التجربه افريقيا ناقصهم، كنظن انهم باقي ما عندهمش واحد الاحتكاك كيف كان ديالنا ديال بن عطيه وزيد فهمتي؟ لا السي سفيان. نعم راه عندهم احتكاك بهذوك اللعابه حيت كلهم جايين من اوروبا. هي انا اوروبا راه سي سعيد اوروبا المنافسه الاوروبيه ماشي هي المنافسه الافريقيه. اي واحد زعما بنفوا بعضياتهم. وحنا كنتمنى رغم انني ما نكذبش عليك يعني كمحب للوطن او للمنتخب الوطني يعني كنشوف يعني الظرفيه وحتى يعني رغم ان الجامعه الملكيه ان قدمت جميع من احسن زاد يعني جميع الظروف انهم يكونوا في المستوى العالي، ولكن كنكون كمحب انا كنقول كنتمنى يشرفوا رايه البلاد ويعرفوا التوني حيت الا كانت عندنا ان شاء الله في الدم ديالهم غادي يكون ان شاء الله غيكون عندنا. حنا ما بغيناش اسيدي يدوني لنا الكاس افريقيا، حنا بغينا ما يقدموا واحد المستوى اللي كيليق بالفريق الوطني. هذا اول شيء. وكنتمنى تكون نتائج
الصالح ديالنا خاصة إن شاء الله إن شاء الله أن المغرب أنه يمكن لي أنه يزيد مثلا من الربع أو حتى النصف، ولكن إحنا كنتمنى كنقول للسعيد كنتمناه. زيادة بالنسبة للإشكالية اللي طرحت بالنسبة للفريق الرجاء بلاوي ومع الجيش الملكي، المشكل ديال الكومينيكاسيون عندنا حنا في المغرب، هادشي اللي كاين، نتفق معك. ما كاينش عندنا واحد يعني واحد جهاز انه اللي كيتكلف بالتبليغ وتوصيل الرسائل فولاتي ديال ما تسناش حتى 24 دقيقه 24 ساعه عشان يمكن لك انك تلغي المقابله او لا انك تقرر مع كامل الاسف حنا في بطوله احترافيه، ولكن مع كامل الاسف ما كتشوفش البطوله الاحترافيه غير اسم على ورق وصافي. هذا ما كامل الاسف. وبالنسبه للقرعه ديال الشامبيونز ليغ، انا كمحب فريق الوداد بلاوي كنتمنى جميع الفرق الوطنيه لا الرجاء لا الوداد لا بركان انهم يقضوا واحد المستوى اللي يليق بالرايه الوطنيه. وشكرا. شكرا لك سي سفيان، بارك الله فيك، كنتي معنا من شكرا لك كنتي معنا من اوسلو. نمشي عند سي محمد الدار البيضاء. سي محمد مساء الخير. مساء الخير عزيز ابو. مرحبا سي محمد. بالنسبه للسي سعيد عندي جوج نقاط. النقطه الاولى على المباراه اللي دارت ضجه كبيره، انا السي سعيد اللي كنشوف الجيش طرف من حقه يدير البلاغات، ولكن من الاعراض ديال خريبكه والوداد من هذا الشيء اللي واقع ما الجيش لا الوداد ما دار والو، المنخرطين لا داروا منخ قدموا بلاغ حتى هما داروا المنخرطين ديالهم بلاغ خرجوا بالكيتين يدوا زعما على التاهيل على لعبنا مع بالرشيد، ولكن السي سعيد كنشوف انايا انا الراجع وشفنا دارك الراجع كون كانوا عندها كل ما الامن ود القوه القاهره، علاش هذاك العام لعبنا معهم ديزيامي كيف فاش كانت السلامي الفرقه الاخرى الاسماعيلي اييه كنا لعبنا مع الجيل فارق الامل اييه ولعبنا مع الفتح فارق الامل يعني الراجع ماشي كتذكر احنا اي فرقه لعبوا معهم غادي يعلبوا الطنطاوي ماشي مشكل عندنا احنا اي فرقه احنا يعلبوا الطنطاوي نكملوا وتابعهم فقدنا اتصال مع السي محمد. شوف حنا انا غير التاويلات اللي ما تنبغيهاش، مي صراحه يعني ما تنذكر بانه الوداد لعبت الرجاء لعبت مع الفاتح بالفريق وخسرت مع الجيش ولكن انا شوف يعني انا في هذه اللحظه هذه دابا غير حيت الرجاء في طرف وتتنسب لها كل شيء، ما هي ما عندها دخل في الشيء هذا، ما يعني ماشي شي فريق اللي قال انا ارفض اللعب، غير هو هاد العمليه ديال اللي دارت الجامعه هاد البلاغ اللي اكدت فيه بانه اللعابه مصابين وما بغينا شيء ينتشر، وصحيح انا تنقول راه ما بغينا شيء، الا كانت البطوله كلها غتبنى تمسنا واحد 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 في المغرب كل ما نديروش البطوله، اما المواطن راه مواطن راه يعني راه يعني اسبق يا المواطن ماشي الكره، ولكن هذاك البلاغ التوضيحي اللي فيه نظري كان يخرج قبل لانه الناس غيدخلوا للحجر غيدخلوا خمس ايام ما غيدربوا مولو ندير بلاغ في الاول وصافي انتهى الامر، ما شي حاجه اللي غتطلب الجهاد مع كامل الاسف، ما عدا الا كان مش تفكير اخر ولا كان تيقول لا يمكن غادي يلعبوا حتى دخلت السلطات. انا شوف انا ما تنقولش بانه الناس ما فاهمين شيء، غير لما تتوقع الحاجه تقلب على واحد الحل، اذا كان هذا الحل ما كانش متاح في واحد الوقت وما بان حتى بقات 24 ساعه الغالب الله. مشي عند سياسيين من الدار البيضاء. سياسيين مساء الخير. مساء الخير سي سعيد، السلام عليكم. كنبغي اولا نشكر داك السيد ديال الاستقبال، كنوجه ليه الشكر الجزيل على حسن الاستقبال. بارك الله فيك سي سعيد، بارك الله فيك. بارك الله فيك. غير عندي واحد النقطه سي سعيد على فريق رجاء الوداوي، حنا ما غاديش نتكلم اصلا في على مباراه التاجيل لانه رفعت الاقلام وصافي انتهت الامور، اذا انتهت الامور محسومه. غير في القرعه ديال اليوم ديال القرعه ديال كاس صفات الابطال الافريقيه، لاحظت ان بعض الجماهير في الصف الصغير يعني الخصوم اللي معاه ديال مدير الرجاء، واش الرجاء ديال الرجاء الرجاء البيضاوي هما المورك شي طاحوا مع لي زيكيب كاين حوريه كوناكري كاين واحد الفريق على ما اعتقد من جنوب افريقيا، دونك يعني في الصف الصغير هاد الخصوم لا 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 بطبيعه الحال. شوف سمحتي لي السياسيين، انا غنقول لك علاش يخسروا على الاستصغار ديال الخصم منين جاي. ما جايش من تيشوفوا الفريق ديال الرجاء ديال دابا، تيتخيلوا الفريق الكبير ديال الرجاء، وانا تنقول وانا معهم، ولكن تنقول لا انا الرجاء ديال اليوم خليني من الرجاء اللي عارف انا فوالا هادشي اللي كاين، حيت في الاداره التقنيه ديال فريق الرجاء البيضاوي وبالاحرى الرئيس ديال فريق الرجاء البيضاوي المكتب المسير كانوا وعدوا الجماهير انهم غادي يقوموا بواحد الانتدابات في المستوى،
باقي الوقت الان باقي الوقت ولكن راه لاكوب دافريك راه لاكوب دافريك اللي راه تقريبا راه ما بقى لها والو نورمالمون راه تقدر تدوز ديري مجموعات ولكن ملي غادي تدخل كارت فينال راه غادي تلاقى مع فرق صحاح راه كاين الترجي راه كاين الاهلي بهالتركيبه البشريه وبهالتركيبه البشريه سي سعيد كنظن ان الفرق راه جاي بدا ما غاديش يمشي بعيد بهالتركيبه البشريه ايوا نشوفوا غادي نشوفوا الى كاين شي انتدابات نتمنى الله خير ونتمنى الله خير ان شاء الله المنتخب الوطني حتى هو يشرفنا رغم بعض التداعيات كتقول ان غياب ديال زياش ومزراوي والعربي وبعض اللاعبين غادي ياثر على المنتخب الوطني ايوا دابا هادو غيظهروا في الساحه حتى تسالي كاس افريقيا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك ياسين بارك الله فيك سي عزيز من مدينه فاس سي عزيز مساء الخير السلام عليكم سي سعيد مرحبا سي عزيز الله يخليك غادي نسول بالنسبه للنقطه الاولى غنتكلم على القرعه ديال كاس افريقيا ديال فرق البطاله العصبه وبالنسبه للاتحاد الافريقي يعني حاليا دابا الفرق الوطنيه ديالنا ليست في صحه جيده لا الوداد لا الرجاء الوداد فالوداد اللي كانت العام اللي فات كتهج مجموعه ديال النجوم ما بقاتش كتقنع كتلعب ولكن ما كتقنعش في الرياضه ثانيا لان بالنسبه للرجاء الرجاء كي قلتي قبيله يعني ما كناش نحكموا عليها في الدخول المنافسه والرجاء ماشي هي الرجاء اللي كنا كنعرفوا يعني كاين مجموعه ديال الاشياء اللي خصها تصلح يعني قبل دخول المنافسه هذه من ناحيه بالنسبه لنهضه بركان راه علامه استفهام كبيره سي سعيد لان الفريق ولا شنو نقول لك ولا مهلهل بهذا المصطلح ولا عادي عادي من عادي مع فريق عادي ديال البطوله ديال انا غير المقابله الاخيره ديالو مع الشباب المحمدي ديال التعادل هذاك الشيء راه ما كيدار هذاك الشيء راه هذاك المينيما ما يتمركاش عليهم ذاك البيت صراحه يعني لاعب فوس جوج تبارك الله كبار وتهز هو بوحدو بسلاسه وحطه في الشبكه وكيجيبوا فيه لا هذه من ناحيه سي سعيد النقطه الثانيه بالنسبه لهذا اللغط اللي كاين دابا على هذه المقابله ديال التسجيل الرجل غير باش نوضعوا الامور في النصاب ديالها الحقيقي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ملي كان فريق الرجاء مازال في قطر وعارفين بانه غادي يجي لهنا وغادي يدخل في واحد الحجر صحي كان يدير واحد الاعلان وواحد البيان باش الناس تكون على بينه وتكون واضحه بانه راه غادي يجي راه ما غاديش يلعب المقابله نظرا للتشديدات والظروف الصحيه اللي كتعيشها البلاد الاخيره غادي يدير واحد 7 ايام ومن بعد غادي يتسلى على موعد المباراه هذه بشكل عادي اما دابا حاليا لان انت كتصدع قانون في الاول وكتقول بانه سميتو القوه القاهره ماشي مبرر وتجي في اخر المطاف وتقول المقابله تاجلت كتدخل الشك للناس هذه من ناحيه يعني خص الامور تكون واضحه وانا سمعت البارح ذاك الناطق الرسمي ديال العصبه ذاك السيد المقشور فقالك غادي نجددوا ذاك القرار ما غيبقاش القضيه ديال القوه القاهره الى اخره يعني ما فهمت انا شنو بغى يقول كاع لا اله الا محمد رسول الله عموما هو بالنسبه لي وما حسيتش الخطا وما سقطوش ماذا قال لك انا غنبدلوا غنغيروا اذا حسوا بانه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك خطر غلطوا ماشي عبروا عليها بطريقه اخرى سي سعيد انا غنهضر معك لا بسرعه فكذا كان الاخوان تازين تاع الوقت رياضي واحد السؤال بالنسبه للميزانيه اللي مخصصه للفريق الوطني 80 مليار محطوطه لا اله الا محمد رسول الله فين شو فيك 80 مليار انا قريتها ولكن بغيتك تاكد لي انت واش ميزانيه ديال 80 مليار عند الفريق الوطني شكون اللي قال لك واش لا الفريق الوطني كيتأيد بالافريقيا كلشي شوف كلشي تيكتب اللي بغا 80 مليار انا بغيت غير لا ما هاد الارقام ما عندي انا ما تابتهاش لا ما ماشي كاع اللي شوف ماشي كاع اللي قريتي صحيح ماشي كاع دابا انا ماشي قريت انا الخبر انا جاني قريته واش نقول لك يعني على المصدر لا ما عنديش فكره هذه 80 ولا 70 انا الا كان 80 مليار وجابوا كاس افريقيا مرحبا الا كان 8 ما كاش كاس افريقيا لا كان سي سعيد 80 خصهم يجيبوا النووي ماشي لا واشوف دابا شوف دابا لا اسمح لي لا شوف الملايير راه باقا تدخل غير هنا انا ديك المريار غادي نخسر تصور معايا غادي نخسر لا كانت صحيحه لكن غادي نخسر اكثر من اللي غنجيب لا شوف لك ذاك الكاس ما كيسواش ذاك الفلوس كاع لا بالقضيه ماشي لا شوف كاين شي الامور القيمه ديالها المعنويه اكثر من القيمه الماديه انت عارف هذا الشيء هذا ماشي واحد غنبين له بانه الناس يخلصوا الملاير باش تعرف البلاد وبهذا الشيء هذا ماشي بالضروره انه خصك ولكن ماشي على كاس لا كاين سمعه بزاف ديال الامور لا بزاف هاي لا
كاين دخل فيها السياسه دخل لا هما السياسه هما لا ما لا ما دخل السياسه الناس اللي لعب اولمبي على ود السياسه لا داروا كاس العالم دارتها الارجنتين في 78 على ود السياسه انا ما عنا احنا 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 غير نبعدوا السياسه من الكره نبعدوها من ما كل شيء فيه السياسه لا لان ضغط السياسه لا لا شوف لا وش لا وش لا دابا تذكر تكون السياسه في خيمه الرياضه مو وخ... لا لا شوف لا اللي كتوجه هذا صعيب هذا موضوع اخر لا لا شوف لا ما شوف راه ما كاينش السياسه ما دخلهاش شنو السياسه السياسه بالنسبه لك شنو السياسه السياسه يعني راه انا تندير السياسه سياسه رياضيه سياسه اقتصاديه سياسه اجتماعيه مالك كلمه سياسه تتخلع ما كنهضرش لا ما كنهضرش على هذيك على كل حال انت غتذكري على اللي تيستغلوا السياسه من المصالح الشخصيه وهادشي هذا وما على كل حال انا ما تندخلش في انا سي عزيز شكرا لك تنديروا شي برنامج خاص بهادشي ديال شكرا لك سي عزيز سي عبد الرزاق من طنطان سي عبد الرزاق مساء الخير السلام عليكم خويا سعيد مرحبا سي عبد الرزاق الله يسلمك نهار كبير هذا اللي هضرت معك مباشرة الله يحفظك مولاي مرحبا الله يجازيك راه تفكرتينا في ايامات العز ديال الكرة وانت دابا راه كاين العز غير الناس خاصها تثق شوية راه خلينا الملكة تسمعوا الصوت ديالك السي سعيد في التلفاز هذيك الساعة كنفرحوا بارك الله فيك بارك الله فيك سي عبد الرزاق يلا تفضل الله يجازيك بخير النقطة الأولى على المنتخب الوطني كنشوف أنا المنتخب الوطني واش ديال شي وحدين خاصين ولا ديال حنا كالشعب ولا دوله لا ديال البلاد علاش انا فين ديال الخاصين آه. فين الخاصين الا كان الا كان ديال البلاد السي سعيد يعني الحمد لله يكون في المنتخب الوطني دابا اسمح لي غير اسمح لي دابا كاين واحد المدرب ما بغاش حمد الله ولكن السي سعيد راه ماشي غير هذا المدرب راه مشى مدرب ما كان حتى مشكل ما كاين متفقوا عليه بانه قالوا بانك ما عندنا ما بغينا شيء انا راه من الناس اللي تيعز عليا حمد الله باش نسريك الامور ولكني واش غندير شي حاجه الواحد اللي مسؤول نقول له والو جيب حمد الله غنهضروا على شي حاجه اللي ما غتحققش دابا الان فهمتيني كيفاش تناقشوا شي حاجه اللي ما كايناش حيت دابا حمد الله هضرنا عليه دابا هذه 4 سنين ولا 5 سنين حنا حمد الله حمد الله حمد الله يعني تنذكروا شي حاجه اللي ما عندهاش تفيد ولكن هذا المشكل ديال الزياج عاوتاني نقولوا راه ما كاين مشكل بينه وبين المدرب الا سيدي الا غيعطي المنتخب خلي المشكل ديال المدرب يجيبوا المدرب ويخلي المشكل بينه وبينه اديك ساي دبروسو لا شوف انا شوف شوف سي عبد الرزاق شوف اسمح لي باش ما تسموش نختلفوا ولا تما تدافع على واحد اللعابه ولا ما تدافعش عليهم انا من الناس اللي تنقول بانه بالنسبه لزياش وكنت قلتها زياش والمزراوي قلت ودي هاد الناس هادو لقى واحد الصيغه في السابق انه اللي تحافظ على المدرب على الهيبه ديالو كمدرب ونستافدوا من اللعاب بطريقه اللي تخلي الجو يكون مزيان ما دام انه ما دارش هادشي هذا هاد المساله نساوها ما عندنا علاش غنجبو ما عندنا باش تفيدنا انا تنقول لك حمد الله ولا المزراوي ولا نصيري نطلبوا على الله ما نجبدوهمش من بعد ما تسالي كاس افريقيا وقاش ما غنجبدوهم شيء الا فزنا بالكاس الا ما فزناش شيء بالكاس غادي نجبدوهم ونذكروا عليهم خلي لنا دابا نأجلوا الحديث عليهم صافي شكرا نتمنى الخير في هذا الشيء اللي كاين هادشي اللي كاين يكون توفيق النقطة الثانية بغيت نهضر على حيت أنا محب ديال الفريق ديال السوسي حاتم التوفيق أييه شفت أنا هذا العام غيروا اللعابة كاملين وشوف المستوى دابا اللي وقع مشكلة عند الأبادير الرئيس ديال الحسنية ماشي أنا شخصيا ماشي بغيت يمشي بغيت غير يكون غير خلى مثلا شي وحدين اللي عندهم يعني الخبرة وعندهم التنافسية والكرة كما كنقولوا ويضيف لعابة أخرين ما هو واش هو كان يخليهم ما عندوش باش يخلصهم ما عندو كيدير لهم الناس وصل يعني العقود ديالهم انتهت ولا قربت تالي وواحد تيطالبوا مشاو ياخذوا فلوس اكثر هذا هو الاحتراف اش غيدير يصح الله ويجيب اللعبه ايوا الله ما عاد يشوف ولاد المنطقه يكبرهم الفريق القادم ان شاء الله يكون ان شاء الله ان شاء الله يلا سي عبد الرزاق شكرا لك انت مشكل مرحبا ما حنا تناقشوا مشيو عند شكون السي عزيز بن قرير السي عزيز مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كلشي مزيان الله يبارك فيك سيدي انا زوين معك على الوداد ديال البيضاء اييه وبغينا المدرب اليوم يلعب لنا فرجه مزيانه يجي لنا الكره شويه بغينا نتفرجوا في الوداد ماشي دابا هو كيلعب لنا اللور بزاف ايوا باغي النقاط هو قال لك غنجمع النقاط قال لك غنجمع النقاط واه يدريك واه النقاط راه الله جل البركه ما عمرش ما عمر وجد الحديث هذا المستوى ديالنا وبغينا ان شاء الله يكون وبغينا شي مهاجم شراف ميركاتو يجي يمشي يلعب تظهر لي بانه الوداد خصها باش يعزوا الصفوف ديالهم ان كان عندهم احسن لعبه اللي كاينه راه ما عند الوداد
لا مازال خاصه مازال الوقت. ايوا حتى شي واحد ما كره بانه يكون عنده لعابه حسن هادشي اللي كاين. هذاك الشيء اللي كاين والله يجعل سيد ربي يسهل فيها. امين امين. شكرا سي عزيز بارك الله فيك. مشي لاكادير عند سي ياسين. سي اكادير مساء الخير. الله يحفظك سي زايكي ديالي خير. بارك الله فيك سي ياسين. الله يبارك فيك الله يحفظك. انا نهضر لك على ماشي على الرجاء. اييه. نهضر لك على التاثير ديال الجيش. انا لا الجامعه لا العصبه لا الرجاء لا دخلت هذا الشيء. باش نكونوا متفقين. وهادشي كتحمل الدوله، الدوله قالت لك هذه المقابله ما غاتلعبش. صافي السلام عليكم بلا ما نبقى نهضروا بزاف. باش يفهموا الاخوان. يلا صافي واضحه. لا بحال العصبه والجامعه راه ماشي حبهم في الرجاء باجلو. علاش تكون باجلاتي سعيد؟ فاش لعبات الرجاء مع جديده. فاش بدات لعب الرجاء مع جديده لعبات الرجاء مع المولوديه. هاي جي لي اسيتي تاعي ذاك الماتش هما قالوا لك لا ما خصكم تجيو تلعبوا. لعبات الرجاء مع اينين باف نيجيريا. والرجاء عندها ماتش مع واد بن قال لهم يحمى يديكم هذا الماتش كان على حد ممكن تاجل الماتش نهار الاثنين. قال لهم الا نهار الاثنين راه عندنا السوق نهار الاثنين ما يمكنش تلعبوا. الماتش تاع الرجاء والمولوديه وجده. لعبات مع الرجاء مع وجده وصفات الرجاء لعبات مع الطريق. سياسي انت 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 عطيتي رايك وحسمتي قلتي بانه السلطات هي اللي منعات اذا الجامعه والعصبه والرجاء ما عندهم دخل في هذا الشيء. هذا موضوع محسوم ما كلاش نرجعوا عاوتاني للسوق ونرجعوا للجديده. لا صافي سعيد حسمتي الامور محسومه. لا حيت دابا حيت البلاغات كاملين عطاو معيار ديال المقابل. حنا لعبنا بديزاني كيب لعبنا بهادي. ايه ما راه تقال هادشي. هذا الرجاء ماشي اول مره غيلعبوا الفريق الثاني. ما ها هادشي اللي بغيت نقول لك. صافي ما كاين مشكل ما كاين مشكل ما كاين مشكل. لعبوها بديزاني كيب. وانتم لو ان شاء الله التوفيق خصو يجيبوا اللعابه باش ننافسوا على العصبه. ما بهاد التشكيله هادي راه ما غايفتش فيها ما نقولش عليك. والرجاء سعيد واحد حاجه نقولها لك الاحمر يزيد. الاداره اللي كتحمل المسؤوليه. ديال الزيات وديال السي محفوظ. هادشي وقع لي مع الزمالك. وقع لهم عاوتاني مع الاهلي. كاين تسيب في الوطيل ديما تيكون تسيب. الرجاء ما باش نقول واحد الكلمه ما بقاش الهيبه. هادشي اللي كاين الصراحه ما باش نقول لك لا اله الا الله. يلا شكرا لك سي ياسين بارك الله فيك. في غنمشي عند سي عبد الرحيم دار بيضاء. سي عبد الرحيم مساء الخير. مساء الخير يا سعيد. توقع بغيت نهضر معك على القرعه ديال عصبه الابطال اللي شفناها اليوم. وكنشوف لينا انت مجموعه ما سهله كره القدم كتبقى المفاجات وارده. وغنهضر على فريق الرجاء البيضاوي والفريق المفضل ديالي. وكما شفتوا الفينال اللي تلعب الاخير فريق الرجاء البيضاوي ما كانش مرشح وعذب ليا الاهلي المصري لقيت اللي مشى السيناريو 1-0 والاهلي المصري ما لقاش سولو. فريق الرجاء البيضاوي معروف بالالقاب الوقت اللي كدوز صعاب على الاهلي المصري تخطفوا. هما اللي عندهم تقريبا 30 لاعب تقريبا في مستوى وكتسير ب 40 مليار تقريبا. هنا كنشوف الفريق الرجاء البيضاوي خاص المسؤولين المكاتب المسيره نطوروا الفريق. هذا هو المهم في كره القدم نطوروا الفرق اللي كتلعب على الالقاب الوداد الرجاء الجيش نعطيهم الموارد الماليه باش نكونوا في المستوى ديال عصبه الالقاب. هما اللي قلبوا على الموارد وما هي الفرق الكبيره تقلب على الموارد ديالها. قلبوا ولكن خاص الناس الاقتصاد يعاونوا. هذه هي الفكره كما الاقتصاد تيجي حاجه واحده عطيو النتائج وعطيو فرجه. هذا هو الاقتصاد يجي لعندك بلا ما تدق عليه. الرجاء البيضاوي معروف هذا الشيء يعني كانت غتجيب الكاس ثلاثه المرات يعني شويه ديال الحظ ما نقولوش الاهلي واعره واللحظات الاخيره يا فعلا الاهلي كتربح شي ماتشات في اللحظات ولكن شويه ديال الحظ اللي معاه. ايوا هذا اللي كيقولوا هما التصريح. حنا عارفين الاهلي غتماركي راه ما كاينش هذا الشيء في الكره. لا 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 شوف شوف هذاك اللي دار التصريح يسمح لي يعطيني وقاش غيسجل المباراه الجايه. ما كاينش هذا الشيء. بغيت نقول على واحد بالنسبه لزياش. زياش انا كمتتبع 30 عام ديال المنتخب الوطني كنشد جياش لقيت انه وقع الضغط على واحد على طريقه اللعب بان له جياش يمكن كيمتلك الكره كثير ما كيطلقش. ماشي مساله هي مساله تكتيكيه داخل تفضل يضحي به باش يتحكم في المجموعه. ممكن يعني في ممكن. ممكن. هذا هو حيت المدرب كياخذ التصريحات ديال الصعاب المغربيه عدم الفرجه عدم كذلك خدا بقى قال لك نضحي باللعب اللي هو قوي باش ناثر على المجموعه الاخرى. ممكن لازم تكتيكيا هذه الملاحظه. ممكن ما نقولوش ما عندوش الحق. عنده الحق ما هو كيتحمل المسؤوليه والا هو اللي عارف والله غادي في الطريق الصحيح بالنسبه لي حقق
كاس العالم لحد الان نتمنى ولا نضل غير نمشي لكاس العالم ان شاء الله. نتوبوا على الله نتوبوا على الله نمشي لكاس العالم ان شاء الله. يلا شكرا سي عبد الرحيم بارك الله فيك بارك الله فيك. بقى مع ناخذ سي عبد الرحيم من تونس. سي عبد الرحيم مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا سيدي. سعد بخير لاباس عليك. الله يبارك فيك يا سيدي. وهاد التشكيله اللي خدا السي واحد باش غادي يمشي يلعب كوب افريقيا خاصها تسائل الناس ديال الجامعه حول المردود ديال اللعاب المحليين. لا باش تكمل تدخل ديالك مزيان غير الجامعه اش غادير ما يعطي التشكيله يقول له احنا متفقينش عليها. لا انا ما هضرتش على لا غير باش نفهم باش نفهم انا غير سمح لي نفهموا بان المستوى ديال اللاعب المحلي ماشي في المستوى باش انه يلعب حاليا في يعني بان كاين واحد الخلل فالجامعه دابا تبدا تشتغل مع الانديه اللي متفق معك وبالخصوص مع التكوين اييه الجامعه مع المديرين التقنيين مع المدربين مع شي مع الرؤساء مع كل شيء اش وقع علاش ما عطيتوناش اللعابه للفريق الوطني فوالا نورمالمون احنا خصنا تكون عندنا واحد الاداره تقنيه اللي هي اصلا تتعامل مع مراكز التكوين ديال الانديه على البروفيل اللي بغينا احنا راه تيبدا داك الشيء من 13 14 عام تنعزلوا واش بغينا احنا البنيه الجسميه بغينا الناس التكتيك بغينا متفقين متفقين ويتمولوا يعاونوهم هذوك المواتير كاين دابا الجامعه تتعاون الفرق في مراكز التكوين ولكن ما كاينه سياسه لحد الان انا باقي ما عارفش اشنو بغينا حنايا من هاد المراكز ديال التكوين. انا نعطيك غير واحد الحاجه بسيطه دابا احنا في البطوله الوطنيه نعطيني شي لاعب دابا عندنا احنا في المغرب تيسجل عندنا كل سيمانه ولا كل جوج سيمانات بالراس. لا ما بقاش داك الشيء كاع نهائيا ما بقاش لا ما كاينش هكا ماتشو واقيلا ما بقيناش عندنا اخر لعبه هو كماتشو فوالا الرجاء تنجيو دابا الرجاء انا رجاوي انا تنعقل من العربي في البدايه ديال السبعينات من تما ما بقاش شي لعاب ان خرجت الفرقه انه تيلعب بالراس مع العلم انا عندنا دابا في فرنسا انا عندي شي علاقه هنا تنتبع واحد المدرسه تياخذ تيوتيليت ديال اللعاب عندهم نهار الخميس مخصص لبان انجيان يلا السونتراج وكيفاش بنادم انه يماركي برازو حصه كلها كل حصه كامله حصه كامله خاصه اللي كتسمى لبان انجيان تيخدموا غير لبان احنا تشدنا ديفو من تنشوف دابا بحال النهار الجديد الرجاء قطر جديده البيت اللي تمارك عليهم ثلاثه اللعابه ويجي واحد صغر منهم ويدي لهم كره بالراس وواحد ما مبلاصيش يعني مجموعه ديال الامور اللي تنشوف انا واحد تهزل من فرنسا واخا هذوك الفروق على قد الحال اللي تهزل منهم من فرنسا هذاك الشيء ولكن هو راه تيقع عارف علاش يقلب هذاك الشيء اللي باغي هو راه ما لقيش هنا في الوطن كل قام ما غايمشيش ما لقاش قلب لا دابا حنا خصنا ان الجامعه انها تزير شي شويه مع الفروق وتكون واحد السياسه بين شنو اللي بغينا ويخدموا عليه جميع الفروق وهذاك الشيء باش اننا نحاولوا ان البطوله ديالنا شويه تطلع انا متفق معك هذا هو اللي كاين انه خص يكون واحد بحال بغيت تقول واحد سميتو واحد اللقاء سنوي مع المسؤولين التقنيين فين غادي احنا بهذه البطوله واش فقط غير باش واحد يفوز بالبطوله واحد يطلع ويهبط لا خصنا المردود يبان في الفريق الوطني دابا انا في فرنسا عندهم من لي كريتير اللي كاين هي البنيه الجسميه صحيح متفقين كاين يعني انت متر 85 متر 88 هادشي اللي كاين ما كاينش كيبقى العاد دابا في فرنسا انه البنيه الجسميه ديالو ما هذاك ما تكونش في فرنسا راه تكون في اسبانيا ولا تكون في بلاصه اخرى ولكن قال لي هما خارجين من المدارس ديال فرنسا كل البنيه الجسميه شي حاجه طوب ما فيهاش نقاش يا سي عبد الرحيم شكرا لك شكرا بارك الله فيك كنتي معنا من تونس مشي لطاطا عند سي حسن سي حسن مساء الخير سي حسن انتظر كثير سي خالد من مراكش سي خالد سي سعيد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سي سعيد بغيت نقول لك على البطولة الاحترافية صراحة الأسبوع اللي فات بثلاثة مقابلات مقابلة كازا ومقابلة كاس مقابلة تاع بروشي المباراة الأولى ديال من؟ تاع كاسا ديال الطبيبة وهي مع وجدة ايه خافت فاش الماتش من اجمل الهدف جميل تاع بوديجية وجدة فاش الماتش وخافت الوداد تعدي ربما زاد واحد شوية ممكن يجيب التعادل وعجبني الهدف
الثاني تاع تاع الدفاع الجيلي هذاك تاع لا تاع الطاس الحذاف داز الطاقة كي داز الطاقة البوس وين تنشوفو الأهداف جميلة بعدا وتتمناو أن تكون لهم خرجة جميلة ومقابلة تاع فتح مالويدا تكون مقابلة جميلة. حنا بغينا يكونوا بثلاثة مزيانين حنا ما كناش يكونوا ثلاثة مزيانين ثلاثة مزيانين ونطلبوا الله نشوفوا باش نلقاو علاش نهضروا غدا إن شاء الله. شكرا بزاف بارك الله فيك سي خالد بارك الله فيك. نمشي للسلا عند سي ياسين. سي ياسين مساء الخير. السلام عليكم سي سعيد. مرحبا سي ياسين. مبارك كبير هذا سي سعيد الله يحفظك يا بارك الله فيك. وهذا نسمع صوتك تجيني الحنين ديال لا يخطيك لا يخطيك سي سعيد. وبالنسبه للمجموعه ديال كاس افريقيا راه حتى الفرقه ما بقاتش سهله واحسن حاجه هو دوك الملعب ديال سطيف ديال حريه كوناكري حتى ما غايلعبوش فيهم الرجاء ولا الوداد خلاص الملاعب اللي غادي يلعبوا فيها راه باينين بحكم هذا الشيء ديال الاتحاد الافريقي دابا ديال ولا خصك المعايير ديال البنيه كيف يقولوا ونتمنى ان شاء الله واحد موفق للفرق الوطنيه ديالنا ان شاء الله. والرجاء بهذه المجموعه وبهذا الشيء راه ما نضمنوش شيء هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. الى كان المحب ما بقاش شيخ في الفرقه ديالو راه صعيب شويه. ما شي قدمنا تعلمنا مع الاهلي قدمنا جاتنا عاديه. لجينا كي تيقولوا على الورق وعلى كل شيء. ونتمنى من الله خير ان شاء الله. ايوا نتمنى الله في هذا المنتخب الوطني سي سعيد احنا نتفائل شخصيا. ايوا الله مزيانين ما يسالنا واش جاي كاس افريقيا وحنا ما نكونش ديالنا. انا تيعجبني الفكر ديال واحد. الكريم زوين انضباط مزيان سميتو الاعتماد على المجموعه تيامن تيامن بالشيء اللي تي او تيطبق الشيء اللي تيامن به ما ما تيديرش الخواطر على حسب الشيء اللي عندك بيه صافي ما تيديرش الخواطر صافي نتمنى ان شاء الله ان شاء الله رحيم وشرف كبير بارك الله فيك سي ياسين بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا. نمشي لعند رشيد. رشيد فقدنا الاتصال مع رشيد. انوار تيكتب لي الان اوفيسيال الرجاء مع الجيش نهار الحد. نهار الحد بما انه الجيش غيلعبوا مع خوري بقى نهار الخميس الجمعه والسبت الحد مقبوله مزيان كاين مشكل ما يخشش عاد يخرج شي بلاغ ديال عاوتاني شي واحد يقول لك لا هادو مريحين 10 ايام وحنا مريحين حتى كلشي كان مرتاح ولا يقول لا غنلعبوا نهار الخميس وهما مرتاحين حيت دابا كل واحد عنده كاين الحسابات بزاف انا ما نكذبش عليك انا نخاف يعني واحد غادي ياخذ بانه هاد المباراه غتلعب نهار الحد انتهت لا حنا غنبقاو نقلبوا يعني ما على كل حال رشيد ما بقاش معنا من مدينه الدار البيضاء معنا رشيد. سي رشيد مساء الخير سي رشيد. عرفت زايد. مرحبا سيدي. مساء الخير. مساء الخير مساء النور. غير المقابله 90 دقيقة واش دير الدجا كل دير راجل الجيش. ما نعرف اسيدي لا لا دابا ماشي مباراة سيدي رشيد. نعم. عرفت نعم. دابا تسمح لي سيدي ياخذ غير دوز السلامة حيت السلامة أهم من اللعب. أكيد. حتى ما تعلمش. الدار دابا مصاب مقامة العداد السلامة ديال الجميع الإنسان اللي بدل الهضرة هضرة السلامة. لما تشوف كرة القدم في أي حاجة في الحياة. أي عمل. السلامة رقم واحد. مقابل 90 دقيقة راه ماشي ليك علاش ماشي وقت البطولة ديال فريق تيتوج بلا خرجت باللقب تيتو انا اللي كنشوف بزاف وربحوا كي رجاوي مؤخرا تيتو انا فريق الوداد البيضاوي كان فريق الرجاء الوداد بنات غير نقطة ومع العلم تيتها في النقاط وكما يا اما تدخل راسهم كاع في المشاكل كاع يبقى فريق الرجاء البيضاوي تعرف ديال الجيش الملكي والجماعة المغربية. لا سي رشيد سي رشيد اسمح لي اسمح لي شوف انا الشيء هذاك البلاغ اللي دارت الجامعة ديال انه نظرا لكون كون كون كذا كان يدار ثلاث ايام قبل ياك هما عارفينهم جايين ودخلوا للحجر الصحي وما غيدربوش هما في فندق وهدرنا قلنا هادو في الفلوطين ما غيدربوش بمعنى ما يدربوا جاي صافي وانتهى الامر. واسمح لي البارح ما منظمش هاد دارتو الجامعه البارح تدو وزير الصحه حيت دابا لا 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 اسمح لي اسمح لي لا 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 دابا اللي دخلوا من الحجر ماشي جامعه دابا اللي دخلوا هي السلطات الصحيه هي دخلت من الحجر يعني ما غدرب غدخل في الفلوطين ما تخرجش يعني بناء على هاد الشيء هذا الناس يديروا بان الفرقه راه مشدود عليها وصافي وانتهى الامر من الناس ديال الجيش ما يقول لا لعبوا لنا جيبوا لنا المينيمال لعبوا معاهم ماشي لهذ الدرجه. دابا عرفتي المشكل دابا فين كاين؟ هو بروغرام ماتش الامانه لحد الدرجه اخبار قدام شي مبارك
كله باري تلعب مشكل وكان الامل واقفين كل شغل ايوا صافي ما اشوف انا ما تنخدمش السؤالية في هذا الشيء هذا تنخدم بانه ها لا هي المباراه غتلعب نهار الاحد وانتهى الامر الله سي سعيد نعم سي رشيد قضيه درت واحد الخطا بغيت نصححو لك واخا ما تصححش الصحافه ديالك لا ممكن نغلط علاش ما نغلطش بحالاش غير المقابله ديال 65 قلت الفرق بدا 35 نقطه على المرتبه الفرق موصل لها شنو راه قصدت اللي تفرقوا دغيا مو ماتش مقابله 35 نقطه لا وصلوا بحال هما قادين باغيين يفوتوا الرجاء الرجاء راه 95 ربحت 11 مقابله على ريتو 3-0 هي شحال ديال النقاط عندك 33 نقطه لا 33 ايه الدور 11 وثاني لاعيب 41 نقطه وختنا مخي كان 1-5 في الدور 16 هنا 4-3 ما كاين حتى مشكل دابا انت بالنسبه لك شحال عند الرجاء من نقطه باش ندخلوا في هذه الحسابات نعم لا شحال الرقم عند الرجاء 41 نقطه في الذهاب الذهاب 96 صافي الا انت عندك احسان حيدها لك ما كاين حتى مشكل اسي بكل حنا غلطين وهذه ما دخلهاش في اطار يعني غير احصائيات ماشي ثقافه رياضيه ما داير احصائيات ممكن تعرف على اي واحد مزيان راه روقوف هو مدير فريق الرجاء ما كاين حتى مشكل صافي ما كاين حتى مشكل 41 ما كاين حتى مشكل انا قلت انا باش انا فرق ودا لا صافي ما كاين مشكل الريال مدريد غير بحوقه ما غاماش 41 صافي اللي بغيتو نديروا واخا قناعتي عمو لا لا احصائيات عمر ما شدونا ما شدونا في عصبه ما شدونا شي حاجه لا ولا ماشي ما خلينا يا سي رشيد ماشي مع كوره هذه علاش ما عمر ما شدونا لا محال الحب ماشي بهذا الشكل هكا ما حيت كره القدم هذه ما سي ايوب من باريس ايوب سي ايوب سي سعيد مرحبا بك سي ايوب 5 ثواني بعيد من بعد من الصدى ونكمل معك الهضره 5 ثواني بالحساب سي سعيد 5 ثواني ها هي الاولى ليا الثانيه 3 4 5 مرحبا انا سي سعيد هذا شرف لي ندوز معك مرحبا سي بارك الله فيك عندي غير واحد الفكره بما ان البطوله الوطنيه كنبغيو واحد التقدم قدام فمن العيب والعار ان نشوف واحد المشاكل ديما كتكرر نفس الفريق هو المستفاد نفس الفريق كيسو لي زوتيل نفس الفريق يهزو بالازمات نفس الفريق ياشروا لي الماتشات وقت ما هو اللي بغى فاذا بغينا هادشي وصلت لباريس هادشي مشى لباريس حنا راه انا كنتبع الوداد بواحد العشق اللي ما عندش نازير كازا بلانكا يعني انا مريض شي حاجه سميتها الوداد ولكن تفضل تفضل انا خدام وغير هربان باش نهضر معاكم مرحبا انا عندي ميساج واحد الا بغينا البطوله الوطنيه تقدم لازم محاسبه سي فوزي القجع علاش دار المال في المنتخبات لا عمرهم لا اسمح لي لا دابا انت باغي واحد لا 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 دابا تناقش معايا ولا باغي تهدي الخطاب مرحبا لا شنو هو اهدار الملعب واش واحد اللي غيصرف على الفريق الوطني اهدار الملعب نهار اللي كان الفريق الوطني يمكن ما عندوش امكانيه تشكى وبقى مليوحين انا نهار اللي مشيت مع الفريق الوطني المالاوي جلسنا 48 ساعه حنا في الطرقه نقصوا في المطار 8 ديال السوايع هذاك هو الزوين الله يهديكم اسمح لي هنا هذاك هو الحفاظ على الملعب خاصو تشوف اللعبه انا عسيف في المطار 8 ديال السوايع هذاك هو الحفاظ على الملعب هذاك الواجب الوطني كيحتم عليك لا هذا الواجب خاصك تعتني انت شوف اللعاب كاينين الناس في الصحراء لا اسمح لي كل تيعدي المهام ديالو دا اللعابه اللي في اوروبا اللي تياخذوا الملايير يستحقوهم ولا ما يستحقوهم شيء دابا انت اللي كدير شي عمل سي سعيد كتستحق عليه شي حاجه مرحبا كنهزو ايوا هي واحد اخر ولكن بما انك كنشوفوا فساد كروي في المغرب لا ما كاين لا فساد كروي غير انت عندك لا سي الله يجزيك بخير شكرا لك سي ايوب شكرا لك لا انت باغي دير واحد الرساله ومعصب وموقف الخدمه ديالك على الاقل دير الخدمه ديالك باش هضر معايا تقول لي بانه انا راني في الخدمه وكل وفي العمل ديالك وعاد اجي انا ماشي لا يعني تهضر على الفريق الوطني ما تهضرش على القجع هضرتي على الفريق الوطني اهدار المال العام دابا هذا الفريق الوطني اما خسرنا عليه 80 مليار بزاف اهدار المال العام تقشفنا لا ما يمكنش اما كاين الاهتمام لا والو ما شوف اللي عند اللي ما باغيش يناقش شكل اللي باغي يدير خطاب شكل اخر انا سي ايوب ما عندي معاه حتى شي ماشي غير لحظه ليه انت عندك هذا التصور هذا خلي مامن به يمكن غنجيبو كاس افريقيا ما يمكن تقول يمكن حتى الا جبنا كاس افريقيا راه اللي عنده بحال هذا الموقف اش غيدير يقول لك ولكن لا يعقل كاس افريقيا اش بغينا نديرو بها خسرنا 100 مليار
اي واحد اخر يقول لك اودي لا سيدي خسرت 300 مليون يعطيني كاس افريقيا انا فرحتيني. راه ما اللي عنده موقف متشبت به في يعني ضد شي واحد غيبقى فيه كيف ما بغات تكون النتائج. السي مصطفى من مكناس. السي مصطفى مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه لهذا البلاغ اللي كثر عليه النقد وتفادي ديك النظريه ديال المؤامره ديال التسجيل ديال فريق ديال المباراه ديال فريق الجمالك مع الرجاء. نعرفوا تاكيد الكلام ديالكم السي سعيد ومن الجامعه او اللجنه او العصبه حتى واحد ما عنده علاقه بهذا التاجيل هذا. احنا واحد الحاله ديال الطوارئ صحيح من الناحيه القانونيه. يعني السلطات المخصصه هي التي ارتأت ان المباراه غادي تتاجل ما غيلعبوش. الجامعه ما عندهاش علاقه كاين واحد الطرف ثالثه في الساعه هذه اللي كتصيح على الطوارئ الصحيه راه السلطه المخصصه. المهم شي حاجه كتهدد النظام العام. دائما هناك سلطات مخصصه وكتكون واحد القوانين اللي هي بوحديتها. لا لا سي مصطفى انا راني متفق معك ولكني انا راه ما تناخذش الامور يعني غير جزء منها. انا شي اللي قلت شي كلشي متفق معك غير هو اللي كاين هو انه الناس اللي سي اسمح لي هو انه ما كانش واحد التواصل بين السلطات الصحيه والجامعه الملكيه. لا لا خليني لا خليني نسالك ما بغيت نقول لك واحد يعني باش نمشي انا كما تنقول لك الكلام اخذ ورد. انت قلتي هذا الشيء هذا انا متفق معك. نعم هذا الكوفيد وهذا واوميكرون هذا الشيء هذا كل شيء متفق معه غير انه الجامعه ولا العصبه تستند في هذه الحالات على واحد القرار هي اللي اتخذته قالت بانه الكوفيد ما غيكونش مانع وبانه الفرقه تجيب 11 لاعب واربعه الاحتياطيين وتستعمل اللاعب ديال الامان ويمكن وتلعب واذا ما دارتش اسبانيا خليك من ليك. نعم وإلا ما دارت شيء هاد الشيء هذا وإلا تعذر عليها التنقل راه تتخسر المقابلة بجوج صفر. إذا الناس مشاو على هاد الشيء هذا كان خاص يكون البلاغ اللي فيه حنا كنا درنا واحد الدورية تحث على أنه ونظرا لأنه الظرف تغير فالآن تنقروا التأجيل باش يتسمى بأنه حنا خدينا بعين الاعتبار الدورية حتى واحد ما يتخلى بها. سمح لي يعني في المسألة ما متفقش معك سمح لي استفهام. علاش ما متفقش معك اشرح لي باش تفهم. هاد الشيء اللي قلتي إيه كان خاص العصبة ديرو ديرو ولكن فاش كتجي واحد يعني سميتي ولا اللي هي السلطات المخصصة راه كاينة سميتي راه كتلغي كلشي سي سعيد راه هي اللي قررت أنه هاد المباراة هادي ما تلعبش. إلا جيتي تشوف البلاغ التقرام ديال الحيثيات ديالو لا لا هما قراو على أنه الفريق اللي في سميتي علاش قالت العصبة الأول القاهرة لا لا شوف لا شوف راه البلاغ ديال العصبه الاول تيقول لك القوه القاهره لا ما كوفيد لا ما تيدخلش في القوه القاهره. لا هما ها وقعت دارنيرمون راه وقعت راه تقصات توتنهام من كاس من ليغا جاب توتنهام من المغرب. لا عطيتك انا لا ما شو احنا عندنا قانون ديالنا ما واش انا جابيك توتنهام اختلاف في القانون السي سعيد. لا لا شوف 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 دابا هما تيقول القانون تيقول بانه السي سعيد مازال ما فرقش فيك كافي شنو اللي شوف كاين الشيء اللي كان واحد ذاك البرانسيب ديال التراتبيه ديال القوانين شتي بالنسبه للجامعه الملكيه المغربيه راه شتي ملي كتكون شي حاجه اسميتها سلطه مختصه سلطه في البلاد راه كيتلغى كل شيء. هاي جامعة عطيك انا غير مثال واش قدرت ترجع الجمهور؟ لا لا غير بلاتي لا لا دابا حنا فين كاين الاختلاف ديالنا؟ لا شوف انا ما كما كان الحال انا التكوين ديالي قانوني عارف بانه انا مستعد تواصلي. لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي شوف انا عارف القوانين يعني التدرج ديال القوانين القانون اللي تيلغي قانون انا عارفه مزيان. انا تنقول لك دابا الان واش تمنعت المقابله ولا الفريق ديال الرجاء اللي عنده يعني اللي في الحجر ما يتنقلش بمعنى إذا أنت عندك 15 لاعب أخرى خارج الفندق واش تلعب ولا ما تلعبش؟ الراجل اش يقول لك؟ تيقول لك الفريق اللي كنا غنلعبوا به ديال الأمال لعاب المقابلة بمعنى أنه كل ما كانش هذيك المقابلة معوبة يجي الفريق ديال الأمال راه ماشي المقابلة اللي تلغات هذاك الفريق ما يتنقلش ولكن إلا الراجل عندهم 15 لاعب وحدين أخرين يجيبوهم ما كاين مشكل. هادشي اللي كاين راه ما على ما 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 يعني ماشي المقابلة ما غاتلعبش كيف ما بغا يكون. إلا الرجاء بغا تلعب تقول لك لا أنا عندي 15 لاعب بغيت نجيبهم نلعبهم تقول لي لا ما نلعبش ما نلعبش ما عندهم لا حجر صحي ولا والو. داكشي اللي كاين هذا بالنسبة
بالنسبه هذه انا غير قصد التوضيح بالنسبه لا ما كنت مشكل حنا ما راه لا مع الرجاء ولا مع حنا مع القانون وبغينا يكون الفهم ديالنا واضح لبعض المشجعين والسلام هادشي لا انا بالنسبه لي المباراه تلعبات ولا ما تلعبتش غير ما يكونش فيها واحد التفسير انه حنا تنحادوا هذا الفريق ولا مع الفريق انا غضب نقطه عقلانيه اللي بغيت الموضوع اللي بغيت نتكلم فيه هو الاستدعاء ديال التواتي ديال البطوله الرقابيه غير بسرعه لانه وصلنا حتى للفاصل تفضل تفضل لا تفضل 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 ما كاين مشكل واحد 30 ثانيه ما كاين مشكل السؤال اللي كيطرح واش سي وحيد واش غير دارنا حنا خاطرنا او من بعد تسنى ديك السيمانه ولا خمس ايام من بعد الاعلان ديال اللائحه ديالو باش يشوف ردود الافعال وغير يعيط لهذوك اللاعبين ديال البطوله غير انا درت لكم خاطركم ولا شنو هو المعنى او مقتنع بالاداء ديالهم ايوا ما كاينش يبقى مطروح انا بعدا ما طرحت هذا السؤال على كل حال هذا من حقك طرح هذه الاسئله ما كاين حتى مشكل بحالك بحال اي مواطن اي مواطن هادشي اللي غادي كان غادي يرضخ على الاقل تكون رضخ ونجاب لنا غير زياش مطلوي يلاه شكرا لك سي مصطفى بارك الله فيك بارك الله فيك غير الفرق بيني وبين سي مصطفى مشكور على الملاحظين باي واحد انا لما عيط لهاد الثلاثه قلت ما كاين مشكل مزيان يدخلوا على الفريق الوطني الا غير عيط لهم هو لانه عيط لهم لانه غير باش يسكتنا وبغي ما راه ما غنساليوش دابا حنا عندنا التاويلات في اي واحد عيطنا يعني ممكن عيط حتى المزراوي عيط لا عيطوا لانه ما يحجب علاش ناخذوا الامور هكاك ونشوفوا العبره بالخواتم خليه نشوفوا واش غيدير اللي غيدير هو اللي غيبين لي بالفعل واش عيط ليهم ولا علاش سبق الاحداث ولا غدا نهار المباراه الاولى بان لك بانوا لاعب رسمي ولاعب رحمي رسمي فين غنمشيو ما حيت ما ندخلوا لراسو علاش عيط ليهم عيط ليهم اقتنع بهم وصافي ولا من لونتوراج ديالو قالوا في الحق راه مزيان انا تنقول هو مزيان وبثلاثه مزيانين ولكن علاش انا ندخل لا عيط لهم غير بسكتنا ما نقدرش ولكن انت كمتتبع مسموح لك انك تحلل بهذه المنطقه ما كاين حتى اشكال اذا غندير واحد الفاصل من بعد نرجعوا للمستمعين الكرام جديد الترحاب بكافة المستمعين الكرام انتم دائما مع برنامج نقاش في الرياضة على أثير راديو بلس كاين واتسابات كتير الفيسبوك كتير مكالمات كثيرة ومع كامل يعني التقدير ديالي للجميع نعطيو الأسبقية للإخوان ديال الهاتف ونمشي عند السي حسن من مدينة مكناس السي حسن مساء الخير وعليكم وعليكم السلام السي حسن اهلا سي سعيد بخير اخويا الله يبارك فيك سيدي انا راه كنتفكرك من الثمانينات السبعين من ما بين السبعين والثمانين وطلع لنا شي شويه مرحبا ما كنت مع الحاج مرحبا مع الحاج شرايبي طيف اييه الله يطول عمره والحمر اييه ثاني اخويا الحمد لله بارك الله فيك انا سي حسن تفضل الزموري والطبقه اييه تفضل سي حسن يلا تفضل اخويا انا غير نشوف هذا المشكل هذا اللي واقع دابا واخا حنا كندخلوا في هذه النقاشات ديال عيط لهذا وما عيط لهذا أيه. هذه المسائل هذه تبقى محاصره غير الجامعه وحنا هذه الرياضه هي تنهضر في كل شيء ونديروا النقاش ونذكروا علاش ما عيط لهذا وعيط لهذا هذا الشيء اللي كاين اي دابا ولكن هما خصهم يسلطوا الشعب انا المنتخب راه ديال الشعب ماشي ديالهم هما ايوا هو هما غير مكرين على انهم يديروا احسن منتخب للشعب ايوا حنا كون غير عطاو بحال بحال الدول الاخرين مالا تعطيو الاسبقيه للشعب كيختاروا مثلا الناس اللي هما اسبقيه راه غادي يختاروا المنتخب اللي هو احسن دابا ودابا خلاو الناس اللي هما في المستوى العالي وخلاو يعيطوا عاد غادي نكونوا شنو غادي نكونوا دابا فوالا بس ترو طار خويا سعيد. يكون خير ان شاء الله يكون خير سيدي حسن. علاش بحال مزراوي بحال هذا اللي ديال تشيلسي علاش ما يكونوش؟ ايوا خويا شنو نقول لك حنا كاع الناس كلشي بغاه وتيظهر لي بان كلشي باغي المدرب بان لهم بانه الامور ما هياش هاي ما بالنسبه له عنده واحد المجموعه مزيانه ما بغاش يبدلها. حتى توقع لنا. ايوا خلي دابا حنا نطلبوا الله شوف حنا نطلبوا الله انهم يديروا كاس افريقيه مزيانه. والحاجه الوحيده اللي غتنسي الناس في المزراوي وفي جياش هو تجيب لك الكاس عارفه ولك اي حنا الا كنا غنجيو الا كنا الا كانوا هادو غادي يجيبوا لنا الكاس وهذا وتكون نتائج مزيانه راه ما الحمد لله ايوا يكون خير سيدي حسن شكرا لك سيدي حسن بارك الله فيك شكرا لك بارك الله فيك مشان سي محمد من الدار البيضاء سي محمد مساء الخير سي محمد امشي لعند سي عبد الله من طنجه سي عبد الله مساء الخير
السلام عليكم. عليكم السلام سي عبد الله. تحية رياضية من مرحبا المغرب من بوغاز. مرحبا سي مرحبا. وشوف والرأي العام المغربي كل كامل تفاجأ بعدم النداء على زياش. زياش راه واحد ملاعبي يعني متفقين حنا كنا حتى الاخير حدا تنقولوا غادي يعيط ليه. ما يمكنش هذه واحد غلط كبير. واخا يكون اللي كان داخل في يعني مع المدرب ولا المساعدين ولا حنا خصنا النتيجه. كان يتلقى واحد الحل توفيقي بيناتهم. وحنا خصنا النتيجه دابا. بحال اللي قلتي باش نسكتوا باش يسكت الشعب. شنو خصنا كاس افريقيا. هادشي اللي كاين دابا. الا ما كاينش كاس افريقيا لا قدر الله غنجدو زياش وغنمشيو غنقولو وغنسقو نقول المدرب سير في حالاتك وحنا عندنا كاس ديال اقصائيه كاس العالم. شوف هي اختيارات دائما كتبقى على اختيارات المدرب. ولكن كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. انا شوف انا مع المدرب مع الاختيارات ديالو مع طريقه اللعب ديالو، ولكن كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. عندنا جوج ملاعبيه دمزوار وزياش. يعني تلعب تفضلنا لا كاينه حكيمي كاينه ملاعبي في المستوى عادي، ولكن حتى زياش لا. يعني انا كان شوف انا لعبت الكره وعندي خبره في الكره، وانت كتعرف نفس الشيء من ناحيه الكره. كان كيخصو يلعب كان خصو يجي يتنادى عليه. المهم نطلبوا الله يكون خير. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. هاد المره يتعيط المره اللي ما جا، لان علاش اذا ما داوش كاس افريقيا حتى المدرب ما باقيش ما عندنا ما نعملوا به. هادشي ماشي راه قلنا راه شي قلنا هادشي اللي قلنا راه خاص كامل غير يقدم الاستقاله ديالو اللي عنده شي بلاصه يمشي لها. هادشي اللي كاين. هذا هو التدخل ديالو. شكرا لك سي عبد الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك الله يحفظك. بارك الله فيك. كنت معنا من مدينه طنجه. شوف راه انا اللي قاش في هادشي هذا. شوف الحاجه الوحيده اللي يمكن تخلي الناس يسكتوا بالنسبه لهذا المشكل ديال زياش بالدرجه الاولى والمزراوي وزياش على الخصوص، راه هو تجيب الكاس. غتجيب شي الكاس كل شيء غيبدا، وغنرجعوا جاي الحمد لله، وغنرجعوا كاع داك اللي ما جاوش كلهم غنجبدوهم. فما عرف نطلبوا الله انه يكون خير. ندير واحد القراءه في من الاحسن من الاخوان المكالمات. بارك الله فيكم، حيت كاين بزاف ديال الواتسابات وديال الفيسبوك، غنحاول ما امكن غير باختصار. السير دوان تيقول السعد اصلا الفريق البركاني راه جد عادي من واحد الوقت كان مزيان. ايوا عادي حيت دابا عادي، حيت الكلمه ديال واحد مزيان متوسط مقارنه مع البطوله المغربيه. مع البطوله المغربيه واحد الوقت كان فريق منافس قوي، كان تيلعب على البطوله، وكان يعني خصوصا بالنسبه للفرق ديال الرجاء والوداد اللي تيوقفهم هو كان هو بركان. اما دابا خلينا نقولوا عادي ماشي دائما عادي، لا كان واحد الوقت كان مزيان، دابا المستوى ديالو نقص بزاف. السي حسن تيقول سي سعيد تعرف الكثير من الكواليس والحقائق عن الشأن الرياضي، ولكن خاصك شي نهار تقول لينا وما تخبيش علينا. قلت لينا بزاف ديال الايجابيات، ولكن الكثير من السلبيات تاريخيا وحاضرا ما زالت ننتظره مع كامل الاحترام والتقدير. شوف الايجابيات والسلبيات بعد نوبه، ترى الايجابيات يغطيو على السلبيات، حيت مرارا تيكونوا شي نتائج معهم السلبيات بحيث السلبيات. علاش جبدا فريق لعب واحد المقابله كبيره في واحد البلاد ودابزوا فيه جوج ديال اللعابه وربحات المباراه، وغنجولوا الدباز هو اللي مهم. الدباز عادي في كره القدم، ولكن ما هذا لا يعني بانه ممكن ان الانسان يقول شي كلمات شي اشارات وصافي. ما صعيب انك تقول بانه وقع مشكل بين هذا، يعني المشاكل عاديه من ما بين الكره. يعني نهضر مثلا في التدريب ديال الفريق الوطني او شي فرق مغربيه، تتكون مباراه ديال المباراه، تيجي واحد اللاعب يدخل في واحد اللاعب وتتشدوا باليدين عادي، يدفع فيا يدفع فيك بحال في كاين في العالم باسره. هذه في واحد الوقت يعني دابا حاليا غتكتب عليها بانه وقعت مشادات كلاميه مع هذا لولا تدخل فلان، هادشي عادي ولا. ولكن احنا في كره القدم بالنسبه لنا هادشي عادي، حيت هاد الدباز ديال المباريات الوديه اللي غادي نعاودوا عليها عادي لنا في العشيه تلقاهم تيتعشاو جميع، ولهذا ما تعطيهاش واحد الاهميه. اللي غيعطي اهميه اللي ما تيفهمش الكره، تيبان له بان جوج ديال اللعابه دابزوا بحال الا وقعت شي حاجه. الدباز عادي في كره القدم، راه ليفربول اي فرقه في العالم غتلقى جوج ديال اللعابه دابزوا بيناتهم، ادخلتي فيا ضربتي رجليه دفعتيني ندفعك وتدخل شي واحد يواسيهم. تدوز كخبر، ولكن ماشي كخبر بانه راه ناري واش وقع. هي
يمكن واحد اخر اللي ما تيصور يقول لك انا حضرت لواحد الدباز كبير وفي العشيه تيتعشاو بيناتهم، ما كاينش داك الخصوم الخصومه اللي كبيره. راه السلطات هي اللي وقفت الرجاء من الجامعه مجرد نفذت الاوامر تقريبا تحت خدمه صالح العام. ودابا المباراه تبرمجات وغتلعب وغنعاودوا عليهم دابا واحد العامين عاوتاني تجي شي مباراه تاجل تكون عقلتي على المقابله ديال هذه الحلاوه ديال الكره. محمد المومن تيقول كلامك صحيح سعيد، الارجنتين ضموا كاس العالم من اجل السياسه والله يعطيك الرضا الله يرضي على الجميع. شوف لا شوف السياسه حكي شي واحد تكتب يقول لا واحد قال لك في الفيسبوك قال او الواتساب قال بانه واحد بغى يتكلم على السياسه وحصلت علاش نحصلوا؟ مي السياسه عاديه، السياسه انتم واحد تيمار السياسه وراه كاين يعني بزاف ديال الناس تيمارسوا السياسه. كاين تيدير الرياضه مطيه ويدوز بالسياسه، وكاين اللي تيدير السياسه يعني سياسه رياضيه باغي يدير يعني يصلح يعني كما تنقولوا الراس ديال بنادم ما يمكنش تعرف شنو فيه. كل واحد علاش دخل؟ واحد تيعشق الرياضه، الناس القدام اللي كانوا تيبيعوا الدور ديالهم كانوا تيديروا السياسه ولا كانوا تيبغيوا الرياضه. وكاين واحد اخر اللي دخل السياسه عادي، ما الا كانت السياسه بالنتائج مرحبا، كل شيء يكون سياسي ما كاين حتى مشكل، يعتبر غير النتائج. المشكل هو انه السياسه بلا نتائج. أو واحد يستافد من السياسة هو يستافد والفرقة تغرق. سعيد خويا علاش هاد اللغط على المنتخب؟ أصلا حنا منتخب جد ضعيف، ماشي ضعيف شوية مازال ما شوف أنا عارف بأنك تتموت على المنتخب. ذاك اللي تيكتب جد ضعيف وأنا حيت حنا دابا حنا ولاد الكرة، دابا تنذكر بالمنتخب ديال الكرة. لما تلقى شي واحد تيبغي واحد الفرقة تيقول والله إلا بغيت له خسران. هذاك هو اللي باغي له بالربح غير تيبرد على راسو باش الفرقه الا خسرت يكون كنت عارفها على الاقل تيدير تيوجد راسو. دابا هذا السي رضوان اللي تيقول بان زيد ضعيف نهار الماتش ديال المغرب غتلقى بانه اول واحد مخلوع، نهار اللي غادي يربح يقول لهم كنت عارفه باغي يربحوا. الرجاء طرف وهي دائما طرف خصوصا تاجيل المباريات. على كل حال سي ايوب تيقول سي سعيد الحقيقه انه حمد الله وزياش ومزراوي تم التخلص منهم حفاظا على كرامة ديال المدرب، بينما تم التخلص من بدو الزكي من اجل لاعبيه. هنا فرق كبير في التعامل مع المدرب المغربي الارجنتيني. ايوا على كل حال هذا التحليل ديالك غادي نخليه هكايا وكل واحد يقرا كيف كيفهم. شنو سي سعيد الله يجازيك بخير، بقى في الحياد ديالك كما عرفناك، ما بقيش تحيز للرجاء والجامعه. فين تحيت للرجاء والجامعه؟ بحالاش انا تنقول الرجاء ما تعرفش، الرجاء ما تعرفش يعني قال له ما تحركي شيء ما تحركي شيء. بالعكس انا الجامعه شكون قلت على سميتهم العصبه كانوا يديروا بلاء قبل بثلاث ايام واربع ايام، حيت الجيش الملكي شنو دخل عندهم الجيش في هذا الشيء كامل؟ الجيش الملكي كان يتسنى المباراه، علاش تخلي الجيش الملكي حتى تبقى 24 ساعه تقول له ما لاعبين شيء؟ لا تا هما طرف علمهم يتعلموا. اذا انت عارف الفريق في الحجر وانت كجامعه عارف بانه اللي في الجامعه واللي في العصبه غيكون عارف. انا عارف الرجاء في الحجر الصحي متفقين، عارف الرجاء عندهم الفرقه ديال الامل لعبه نهار الاحد متفقين باش غادي يلعبوا. يا اما غتقول لهم خسرتوا بجوج صفر، يا اما غتقول لهم ودي قبل بثلاث ايام نظرا لكذا وكذا وكذا ونظرا لان عندنا واحد الدوريه. انا هكا تنقول الامور، تنقول لي خصها الدار ما نجيش نعالج من بعد ما يوقع المشكل. اللي تيفهم مزيان هو انه نعالج قبل ما يوقع المشكل. هاد ما عدا الى الناس ديال الجامعه تيقول لك اسيدي انا بالنسبه ليا عندهم مذكره الرجاء ما بغاوش يلعبوا يتحملوا مسؤوليتهم. لما جاء المنع عاد هما تدخلوا ودخلوا، ولكن خصك تدخل قبل. الانسان يكون عنده نقرا هادو في الحجر ما غايلعبوا شيء وما غايدخلوا شيء، نحاول نلقى الحل. انا لا انا غير الواقع ما تنقولش دابا انا ما عمري قلت المقابله خصها تلعب ولا قلت المقابله خصها تخسر، حيت كل واحد عنده الدفوعات ديالو. ما تيجي عندي يقول لك لا الرجاء باغا تلعب ولكني ما خلاهمش يمشيو. انا تنقول الرجاء ماشي هي ديك اللي كان فندق، الرجاء هي واحد المكون كبير تيقول لا الفرقه الاخرى كانت تلعب مع الامل يوافقوا يا محلتيها خسروهم. هذا هو اللي بقى. ناسيدي ان شاء الله المنتخب المغربي سيفوز بالكان ديال الكاميرون، طلبوا الله ما كرهش ولكني ما شي حاجه اللي هي هذه امنيه ديال كل واحد. المنتخب المغربي يفتقد للعب للقب الافريقي منذ اواخر سبعينات القرن الماضي، بالله عليكم هل تقاس كفاءه الفرق المنتخبات بالالقاب ام شيء اخر؟ كاين لا شوف القيمه ديال الكره ماشي فقط غير الالقاب، ممكن نديروا عليها موضوع، نديروا على موضوع. والناس علاش يحترموا الكره المغربيه؟ علاش؟
حيت الدوله قاب واحد لا كاين بزاف ديال الحوايج ممكن نذكروا عليهم. يتغير مدرب المنتخب الوطني ولا يتغير حجي فما هو دوره؟ ما مدور مساعد يبقى مساعد مزيان. شوف الناس ديال الواتساب لان الواتساب ما تكلمناش معهم بزاف هاد الحلقه وفي الحلقات الماضيه. سي سعيد حسين بيضاء شكرا لفريق اولمبيك خويا بقوش الملكي على مساعده الفريق في محنته مع هكذا كان المنتظر هذا المنتظر لكن يظهر العكس الرجاء لم تطلب التاجيل ولكن الصحه الداخليه التي اجلت مع كلها المهم هذا صعيب على كان تيتضروا بانه شوف كل واحد كي عنده انا عندي واحد المثال عندي واحد المثال ولكن الا قلته غنولي عاوتاني متحيز ولا انا مع الرجاء وضد لا ابدا 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 انا واحد الانسان تنحاول نكون يعني منطقي مع نفسي ماشي تقليد محايد منطقي ولكن هذاك المثال ما يمكن في هذا الظرف هذا ما غيكونش صالح نخلي حتى لوقت اخر. السلام عليكم بالنسبه لفريق الرجاء كان فيها مدرب صغير ومدرب كبير وجابوا مدرب كبير وتبان لي غادي صغار تحياتي سعيد يمكن هذا الشيء البطوله هذا الموضوع. السلام عليكم بالنسبه للاعب البطوله وهذا الموضوع تفقد فيه اعصابك بحنا ودائما كنجبدوا ولديك على الفرق المغربيه اللي تشارك في البطولات الافريقيه معروفه لجو اللاعبين اللي تضروا بالسقوط يا اما فيهم لا ماشي بكاش الله يسر. على كل حال فهادشي ديال تضرب السقوط خصنا نتفاداوه ما خص اليوم شنو تهكم على فريق الرجاء ونعتب بالترجي المغرب انه فريق فوق القانون مع الاسف سيدي ما كانش عندك رد ومعطيات تقول ان الفريق تم منعه من الخروج وحتى سلطات مادية. دابا انا واحد الوقت كنت مع الرجاء دابا اليوم انا في التعليق انا ضد الرجاء بما ان جل لاعبين كانوا في قطر وهناك اصابات بالفيروس قوه قاهره وبالنسبه للناس اللي تيقولوا يلعب بالامال رفيق الامل يلعب مباراه نهار السبت لانه كان مقرر ان الفريق الاول غادي يلعب اللقاء وجب عليك السي سعيد تبين هذا المعطى وما تخليش الناس لان مجرد مباراه ثلاث نقاط. دابا انا ما عرفتش دابا انا غير بغيت نعرف غنخسر على جوج الوجهات انا مع الرجاء بالنسبه لوحدين وضد الرجاء بالنسبه لوحدين اخرين هذا هو القمه ديال الغلط. يمكن كاين شي واحد تيسمع واحد جزء من 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 الرد وواحد اخر تيسمع جزء اخر. انا لا مع انا مع القانون نهار اللي جيت نهضر هذه المباراه هذه تنقول بان راح قدامي القانون ما نعرفش واش كاين الرجاء ولا كاين الجيش الملكي هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو الشيء اللي كاين. بخصوص مقاطعه فصائل الرجاء اللي ماذا رغم اننا نختلف هذا موضوع يمكن قديم نشوفوا الجديد. البطولة اللي تلعبات وقت الكان فهذا كيتسمى عدم احترام المنتخب الوطني رغم على الرغم من انه اللاعبين اغلب البطولات الاوروبيه. انا متفق معك تقول بان ما يمكنش تكون بطوله افريقيه وتلعبين البطوله هذا رايي انا الا غنتابعوا البطوله ونتابعوا لانه البطوله غتلعب على ثلاث ايام وكاس افريقيا تلعب كل نهار ما معنيتها وحده فيهم ماشي مهمه وحده فيهم ماشي مهمه يا اما بطوله افريقيا يا اما البطوله الوطنيه. بالنسبه لتاجيل مقابلات الرجاء اللاعبين عندهم واللي كانوا في البعثه ديال مصر اعتقد 24 في الحجر الصحي المفروض ثانيا فريق الامل لعب يوم السبت شوف هادشي كلشي معروف. انا ما عنديش مشكل في هادشي يا عباد الله انا عندي المشكل في التواصل واش هاد البعثه اللي جات ما كانتش معروفه غتدخل الحجر الصحي واش معروف شي الفريق ديال الامل غادي يلعب علاش انا غادي نخلي لانه الناس ديال الجيش الملكي انا غنرجع عاوتاني ندافع على الجيش الملكي. الجيش الملكي من حقهم يقول لك اودي بان كاينه واحد الدوريه تتقول بانه كوفيد لا يعتبر قوه قاهره هما شادينها الناس كجامعه غادي يعرفوا بان هذا معطى جديد ما عنده علاقه بداك البلاغ اللي كان خرج في جوان. شخصي ندير خاصني نستبق شنو غادي ندير دخلنا 24 واحد ولا 15 ولا 20 المهم اللي كانت في قطر كله دخلناه وبرمجة واحد المباراه ديال الامل غتلعب نهار الحد اذا ما بقاش عندهم حتى شي لعاب شنو ندير ندير واحد البلاغ قبل بثلاث ايام ونهني الناس ديال الجيش الملكي ونقول لهم اودي نظرا اللي كون عندنا واحد الدوريه تتقول بانه ما يمكنش ناجلوا المباريات بكوفيد وتنقولوا بانه الفريق الا ما قدرش يتنقل غادي يخسر 0 وهادشي كلشي حنا عارفينه ولكن الحدث الطارئ اللي وقع هو هاد اوميكرو هاد الوباء ولا هاد المتحول
ديال ديال الفيروسات فرض علينا على انه نعتبروها قوه قاهره، ودابا حنا غنبداو نتعاملوا مع هذا مع هذا المعطى بتعامل اخر، والتعامل اللي غادي يلغي داك الدوريه ونريحوا الناس. انا خليت البلاغ محطوط تماك وقلت للناس الجيش الملكي تيحروا البلاغ تيكتبوا به اللي كاين واللي كاين، وانا داير حوايج اخرى في الاخر نقول لهم لا هذوك راه مرض خصكم تقول لهم ما انت شغالاتك هذه. علاش وغيوليو الصحفيين مساكن هذا معاه وهذا ضد؟ انا ماشي ما انا معلاش انا ما انا مع ما ضد. هذه قوه قاهره، الناس ديال العصبه كان عليهم يديروا هذا الشيء هذا، والكلامي الناس ديال العصبه ما تقدير ليهم. يمكن كان واحد سهو ما عاد الا عندهم شي معلومات اخرى حنا ما عارفينها شيء. الناس عندهم دوريه خدامين بها، ياك الدوريه ديال كوفيد خدامين بها الفرق. الجيش الملكي حط دوريه قدامه تيقول الرجاء غادي يجيو دخلوا الحجر، غادي يجيو الرجاء لان عندي واحد الدوريه، غادي يجيبوا فريق ثاني عندي واحد الدوريه، الا ما جاوش غيخسروا عندي واحد الدوريه حتى قدامه تيتسنى. اذا انا نعرف بان الجيش الملكي معتمدين على هذا الشيء هذا، والفرق الاخرين معتمدين على هذا الشيء هذا. الرجاء تيقول لك اودي انا داخل بالحجر صحي وفرقه ما بقى عندي حتى شي لعاب. والاكثر من هذا جات السلطات قالت لي ما تنقل شيء، ايوا انا في الحمايه. اذا الناس ديال هذاك البلاغ التوضيحي ولا البلاغ الاستدراكي كان يكون بيومين وثلاث ايام والناس يحترموا. وانت مع الجيش الملكي فريق ديال مؤسسه عسكريه محترمه، يعني اللي الا كاين شي واحد يحترم القانون هما هذوك الناس، حيت هما بناوا على قانون. اذا علاش انا ورطت الرجاء ورطت الجيش ورطت خليبكا ودخل كل شيء ودخلت الصحافه حتى حنا تورطنا؟ واش نميلوا لهذا الجي ولا هذا الجي؟ بحال تيميلوا للقانون. اذا حنا الدور ديالنا كفاعلين في الساحه الرياضيه تنبهوا. شنو التنبيه اللي ديالي انا؟ التنبيه ديالي هو هذا، انا عارف الرجاء دخلت ما دخلتش البارح، المباراه كانت ملعوبه غتلعب نهار الاثنين، الرجاء ما دخلوش نهار الاحد، راه دخل قبل ومعروفين بانه الحجر غيشدو خمس ايام ولا ست ايام، اذا دخلوا ما تيدربوش جالسين. وانا عندي البرمجه، عندي الفريق ديال الامل ديالهم غيلعب نهار الاحد، اذا باش غيلعبوا هاد الناس هادو؟ ما عندهم باش يلعبوا، شنو نخليهم يخسروا؟ لا، شنو غنديروا؟ اذا حنا عندنا واحد الدوريه الجيش الملكي ونراعي ونشوفوا ها الرجاء من جهه. الجيش الملكي، الجيش الملكي راه عنده واحد الدوريه تقول بانه كوفيد ماشي مانع، ايوا شنو غنديروا؟ نسبقوا، شنو غنديروا؟ نديروا واحد البلاغ. نقول بان نظرا كذا 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 كذا، نهار الجمعه خرج بلاغ. ما عاد الا قال لك لا سيدي حنا بالنسبه لنا الرجاء كنا عارفين كانوا غادي يقلبوا على شي طريقه لان حنا عندنا مذكره، ولكن السلطات في اخر لحظه علمت. ايوا غيولي عاوتاني هنايا العصبه الاحترافيه تخبات وراء الخبر ديال السلطه، وغنما غنساليو شاي وغنبقاو دائما هكا، وحنا غنبقاو لا واحد يكتب لك بانك انت محايد، لا انت تساند الرجاء، تساند لا كنت تلعب مع الجيش الملكي. اودي حنا ما عندنا غرض، المباراه في نهايه المطاف كره القدم انا بالنسبه لي البطوله المباراه بين الفرق الوطنيه، ما بالنسبه لي في هذه اللحظه هذه ما بقاتش عندي شي حاجه فيها تلعب ولا ما تلعبش ولا تخسر، يتلعب في اطار القانون، ولكن ما عنديش امتياز هذا. انا النهار اللي غتلعب الرجاء عاوتاني تدخل تقلب على الفرق اللي لاعبين معاهم جي حوريه وهادشي هذا، غنولي رجاوي. ولما تجي الوداد مع الزمالك غنولي ودادي، ولما تجي بركان مع هذاك الفريق اللي غاتلعب معاهم غنكون بركاني، حيت خصني انا الكره ديالي تبان على المستوى الافريقي على القاري. هنايا هذه مسائل يتم الاحتواء ديالها بطريقه سهله بدون ما نخليو الناس مورطين والصحفيين مورطين، وغنوليو الصحفيين هذا تيدار وهذا هذا مع هذا. ما حنا الانسان توصل لواحد المستوى ما تيبقاش يميل لا ندرق على هذا باش ندرق، ما يمكنش انا الانسان بعد 40 عام عاد ندرق عاد ندرقوا، وما درقنا شي في الوقت اللي كان الامور صعب من هذا الشيء هذا. على كل حال اليوم راه قلنا بانه كاين ثلاثه ديال المباريات، شحال بقى 30 دقيقة على المباراه الاولى اللي غادي تدور باش نشوف البرنامج، لانه الانسان تيبقى يتذكر على شي هذا وتبقى عاقل حتى على المباريات اللي غادي تلعبوا. على كل حال وجده مع شباب محمديه دابا 4 ديال الدقائق، هلال مع 4 حيت ما هي 4 وجوج دقائق وثلاثه واربعه ما عندناش مشكل هنا. 6 و4 طنجة مع اكادير، ومع 8:30 كاينه الفتح مع الوداد. نذكر بانه البرمجه قيله خرجت انه الجيش مع الرجاء نهار الحد مع 8:30. شكرا للجميع، الى اللقاء.